بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. النهاردة قبل ما أتكلم برضو عن مباريات غدا إن شاء الله في البطولة الأفريقية وبطولة كأس الأمم الأفريقية، عايز أتكلم مع حضراتكم عن شيء هام جدا. اتحاد كرة القدم أعلن رسميا أن فتح باب القيد هيبقى يوم 29. طيب تمام، حلو جدا ومفيش أي مشكلة وكلام لطيف جدا وكلام زي الفل. طيب على اي اساس سوف يتم او تم فتح باب القيد يوم 29؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حضرتك قلت لي هتفتح باب القيد يوم 29 على اي اساس؟ على 30 لاعب ولا 25 لاعب؟ على ان اللاعب السوري لاعب محلي ولا لا؟ على ان ما تداول من اخبار خلال الفتره السابقه على انه من الممكن ان يكون هناك في شمال افريقيا لاعب يقيد بشكل محلي كانه لاعب مصري، يعني هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ طيب هل مواليد 97 هيبقوا موجودين؟ هل في مسابقة ل 97 ولا مش هتبقى في مسابقة؟ الإعارات هتتعمل إزاي؟ أشياء كثيرة جدا 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 إن دلت فإنها تدل على مدى الارتباك الشديد الذي يحدث في اتحاد كرة القدم. اللي حضراتكم شايفينه واللي إحنا بنتكلم فيه ده، أي نادي في العالم، أي نادي في العالم قبل ما يتم فتح باب القيد بيقول له أو بيتبعت له جواب، هل القايمة 25 ولا 30؟ القايمة قد إيه؟ اللعيبه اللي معاك دول هتعمل بيهم ايه؟ لعيبه 97 دول هتأيد منهم حد؟ هيبقوا خمسه فوق السن ولا هيبقوا تحت السن ولا هيبقوا ايه نظامهم؟ محدش عارف حاجه. حتى هذه اللحظه محدش عارف حاجه. اللاعب السوري هل هو لاعب مصري يعني محلي يعتبر لاعب مصري او يعامل معامله اللاعب المصري ولا لا؟ وبعدين يا جماعه احنا هنفضل في الاتجاهات دي لغايه امتى؟ هنفضل في الشكل اللي احنا عايشينه ده لغايه امتى؟ ارتباك 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 ارتباك. طيب هي الانديه دي مش بتصرف فلوس؟ هي مش الانديه دي بتصرف فلوس كتير كمان علشان لعيبتها تبقى متواجده في الدوري الممتاز، وكل نادي عايز يحط 25 او 30 بقى على حسب ما حضراتكم هتقولوا، ما احنا ساعتها دلوقتي او حاليا هنقول 25 او 30، فاكرين الجونه او حرس الحدود. منتهى الارتباك، منتهى الارتجالية، محدش عارف حاجة. ما تيجي تتكلم أو ما تيجي تسأل والله ما حد بيرد عليك، محدش بيرد عليك. هنشوف ربنا يسهل، أصل هي واضحة. طب واضحة إزاي؟ قولوا لنا. ما هو الأندية دي لما بتيجي تتكلم لازم تتكلم بمخاطبات رسمية وبمراسلات رسمية. يعني أنا دلوقتي أيدت 30 لاعب، وبعدين افرض حضرتك جيت قلت لي يوم 28 أنت ولا يوم 27 أنت هتأيد 29 لاعب، 25 لاعب بس أو 6 زي ما تقول. حاجة غريبة جدا. طب كل نادي يعمل حسابه على ايه؟ كل نادي يعمل حسابه على ايه؟ قولوا لنا. انا نفسي بس حد من اتحاد كرة القدم لو تقدروا تجيبوا لنا العميد ثروت سويلم، يا ريت يعني نقدر نتكلم معاه في هذا الموضوع، يبقى موضوع، لانه محدش عارف حاجة ومحدش فاهم حاجة، او يمكن بقى ما عادش عارف. حاجة غريبة جدا ومنتهى الارتباك ومنتهى الارتجالية اللي بتحصل خلال هذه الفترة. والنادي الأهلي بالمناسبة حذر من هذا الكلام. النادي الأهلي بالمناسبة قال يا جماعة من فضلكم احنا عايزين نخلص الدوري قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية. كل ما حد يتكلم أو كل ما حد يقول حاجة يقولك معلش أصل الموسم ده استثنائي. طب الموسم عدى خلاص، أو الموسم لسه فاضل له مباراتين، ولكن كل الأندية بتحضر نفسها. تخيلوا حضراتكم إن احنا سنة 2019 2019 2020 وفي احنا 18 نادي في الدوري العام المصري، مظبوط؟ في 13 نادي خلصوا الدوري وبداوا فتره الاعداد وعارفين هيأيدوا مين ومش هيأيدوا مين وهيعملوا ايه ومش هيعملوا ايه، طبعا عشان خلصوا الدوري بتاعهم. وفي خمس انديه لسه قدامهم مباراتين او ثلاث مباريات في الدوري العام المصري عشان يخلص الدوري العام السنه اللي فاتت اللي هو لسه ما خلصش، اللي النادي الاهلي حذر ان هو يجب ان يكون هناك انتهاء للدوري العام المصري السنه السابقه او السنه الماضيه قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. يا جماعه والله اللي بيحصل ده حرام. يا دي اصل دي مش فلوس كده النادي الاهلي بيجيبها من اي حته، لا لا، الناس دي بتتحاسب. الناس اللي هنا اللي موجودين في مجلس الاداره عندهم ضمير، عايزين يتحاسبوا، عايزين يعرفوا ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه.
لكن الكلام اللي احنا شايفينه والغموض اللي احنا شايفينه في الامور حاجه صعبه جدا جدا جدا. اول حاجه حضرتك عايز تتكلم عن اتحاد كره القدم او عايز تتكلم عن القوايم، قلت يا جماعه احنا هنفتح القيد المحلي يوم 29. شكرا، اشكرك، متشكرين جدا. وبعدين على اي اساس؟ يعني دلوقتي كابتن محمود الخطيب المشرف على الكره في النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على الكره، قاعد مع كابتن سيد عبد الحفيظ وقاعد مع مارتن لاسارتي وقاعد مع لجنه التخطيط، وبيعملوا الفرقه او بيعملوا ال 25 ولا ال 30؟ يعني هم بيكتبوا الاسماء هيكتبوا ايه؟ 25 لاعب ولا 30 لاعب؟ لاسارتي وهو بيختار لما يجي يسال كابتن سيد عبد الحفيظ يقول له يا كابتن سيد احنا الموسم السنه دي القايمه 25 ولا 30؟ مواليد 97 معانا ولا مش معانا؟ هيتم قيدهم في يعني هتلغى المسابقه بتاعتهم ويتم قيدهم فريق اول ولا مش هيتم؟ افرض هو عينه على حد وعايز يقيده. اللاعب السوري عايزين نجيب لاعب سوري مثلا، مثلا يعني النادي الاهلي ما بيفكرش او انا ما اعرفش يعني ايه اللي بيحصل، لكن النادي الاهلي عايز يجيب لاعب سوري مثلا، مثلا يعني عشان بس ما حدش ياخد من لساني ويقول لك احنا النادي الاهلي بيدور على لعيب سوري. لا انا بقول كمثال يعني. النادي الاهلي عايز يجيب لعيب سوري، هل هيقيد محلي او ان هو يعامل معامله المصريين ولا لا؟ محدش فاهم حاجه، محدش عارف حاجه. بالمناسبه دي لوائح للموسم القادم مش اللي احنا فيه ده، اللي احنا فيه ده خلاص هينتهي بالطول ولا بالعرض بعد اقل من اسبوعين. اللي هيكسب هيكسب، كل ده هنتكلم فيه بعدين. ولكن الموسم اللي جاي كمان عايزين تحطوا الناس، تخلوا الناس مرتبكه وتخلوا الناس قاعده في اللي او شايفه اللي بيحصل ده كله وساكتين. كل الانديه بتسال بعض وبتبعت لاتحاد كره القدم هو في ايه يا جماعه؟ واحنا هنأيد ازاي السنه الجايه؟ هو احنا هنعمل ايه السنه الجايه؟ وفتح باب القيد هيبقى يومين، هيبقى يومين مش كده يا جماعه؟ يعني من فضل حضراتكم الانديه دي بتصرف فلوس، مش بتطبع، بتصرف فلوس، بتاخد فلوس، بيجي لها فلوس من اعلانات، من سبونسرز، من شركات راعيه، من اي حاجه، وبتاخد يعني كل واحد بياخد الفلوس دي وبيحاول يطور من فريقه. فمن حقهم يكون عندهم فرصه ان هم يسوقوا بقيه اللاعبين. طيب هل سيتم تسويق بقيه اللاعبين ازاي؟ حد يقنعني كده ازاي سوف يتم تسويق بقيه اللاعبين ازاي؟ حد يقول لي، حد يقنعني، حد يجي يقول لي كده لا انتوا من دلوقتي سوقوا. طب من دلوقتي نسوق، افرض احنا حد محتاجينه في المباريات القادمه، بقيه مباريات الدوري العام السابق. وبعدين كل الانديه دلوقتي تبتدي تستف لاعبتها. يا جماعه هل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام مش منطقي؟ هل احنا بنسال اسئله غريبه؟ اسئله محرمه مثلا؟ احنا بنسال اسئله طبيعيه جدا. النادي الاهلي عايز يعرف، انا بتكلم او يعني انا لما باجي اتكلم بشوف اللي النادي الاهلي، طبعا بقيه الانديه 100% يعني انا اتكلمت مع كذا مدير فني، الناس مرتبكه جدا. بدا يعني النادي الاهلي مثلا عمل ايه؟ مستر مارتن لاسارتي خد كل اللاعبين معاه معسكر اسباني. ما هو بالمناسبه برضو الكبير دائما هو اللي بيتحمل المسؤوليه، يعني لو عندك الكبير دايما هو اللي بيتحمل المسؤوليه. فانا مش فاهم اللي بيحصل ده كله معناه ايه وليه. طيب يعني سياده العميد ثروت سويلم، عايزين لائحه تقول لنا او تقول للانديه ايه اللي هيحصل الموسم اللي جاي قبل يوم 29 ايه؟ قبل يوم 29 ازاي؟ ده المفروض امبارح قبل النهارده، المفروض امبارح قبل النهارده. يا جماعه هو هل اللي بيحصل ده طبيعي ولا مش انا مش يعني انا ساعات كده الواحد بيقعد يفكر ويشوف ايه اللي بيحصل يلاقي ان هو يا جماعه انا بتكلم كلام منطقي جدا. النادي الاهلي عندما يطلب بيطلب طلبات منطقيه، لا يطلب اكتر من حقه ولا من حق اي نادي اخر. لما قلنا الكلام ده قبل بدايه كاس الامم الافريقيه باسبوعين قلنا لكم يا جماعه ما الانديه اللي ما لعبتش تلعب ونخلص، الانديه اللي ما لعبتش تلعب ونخلص. لكن احنا اجلنا المؤجل، أجلنا المؤجل، اللي تأجل أجلناه تاني. يعني اضرب في اتنين.
فهل اللي بيحصل ده يا جماعه شايفينه حضراتكم طبيعي؟ لو انتوا شايفينه طبيعي او الناس شايفاه طبيعي خلاص يبقى احنا يا جماعه بنتكلم في حته تانية. لكن يا جماعه ما تيجي تقعد تفكر كده، هو الماتش اللي جاي او الموسم اللي جاي اول مباراه في الدوري النادي الاهلي هيلعب بمين او هيلعب ازاي؟ طيب 25 ولا 30؟ 25 لاعب ولا 30 لاعب؟ السوري محلي ولا مش محلي؟ سيتم معاملته معاملة المصريين ولا لا؟ مواليد 97 هنعمل فيهم ايه؟ ازاي تسيب لي؟ انا عايز محتاج فرصة ان انا اسوق، هسوق لعيبتي ازاي؟ اربع اسئلة اهو، اربع اسئلة اتمنى ان حد يجاوبني عليهم، اتمنى ان حد يجاوبني عليهم. لانه بالمناسبة واحنا بنتكلم في الموضوع ده طول الايام اللي فاتت ما بسمعش غير كلمة واحدة بس على بعض اللاعبين اللي في النادي الاهلي، اشاعات 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 اشاعات، زي ما رايا وسكينه في المسرحيه، اشاعات 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 يا جماعه غير طبيعيه، اشاعات غير طبيعيه. وده انا لو تفتكروا من فتره طويله جدا، لو حضراتكم تفتكروا واللي متابع البرنامج، انا قلت لحضراتكم الفتره اللي جايه هي فتره الاشاعات. اصل حسين الشحات ده ما اداش بشكل جيد، اصل حسين الشحات ده لعيب وحش، اصل حسين الشحات ده مش عارف ايه، اصل حسين الشحات ده مثلا، يعني حسين مثلا مش هو ده اللي بيتقال، اصل حسين هيمشي، اصل الراجل مش عايزه، مش عايز مين، مش عايز مين؟ انا بنفسي اتصلت وسالت مش عايز مين. كلام غريب وكلام وكل اشاعات اشاعات اشاعات، مفيش حاجه تانية. يعني هل من الممكن ان يوجد شيء اخر عايزين تهدوا بيه او تخبطوا فيه في النادي الاهلي؟ اعملوا حاجه تانية، جربوا حاجه تانية، لكن اشاعات وفلان ماشي وعلان جاي، طب هيمشوا الناس ازاي وهم مش عارفين اذا كانوا 25 ولا 30 لاعب؟ هيمشوا الناس ازاي وهم مش عارفين طريقه الاعاره اللي هي لوائح السنه القادمه؟ هي لوائح السنه الجايه ايه يا جماعه؟ يمكن طب اسالوا كده عاطف والنبي، اسالوا اسألوا كده أي حد في النادي الأهلي أو في أي نادي آخر، هل هناك لائحة نزلت للموسم اللي جاي؟ طبعا أنا سألت، أنا سألت بقالي يومين ثلاثة بنسأل عشان نتكلم مع حضراتكم، محدش عارف، منتهى الارتباك، منتهى الارتجالية. تسأل هنا يقول لك حاضر، تسأل هنا يقول لك بكرة، بكرة يجي بعده، بعده يجي بعده. طب يوم السبت؟ يوم السبت ده ما بيجيش، ما قالكش يوم السبت سنة كام؟ وده استكمالا للعشوائيه التي تحدث في اتحاد كره القدم. وكلهم زي ما قلت قبل كده وهفضل اقول هذا الكلام، كلهم اصدقاء واخواتي الكبار واخواتي، يعني كلهم اخوات، ولكن اللي بيحصل ده يا جماعه ما حدش يستحمله. دي فلوس، دي فلوس، يعني فلوس يجب ان يتم صرفها في مطارحها، في اماكنها. انا عندي، طيب قال لك القايمة خمسة مثلا، قال لك القايمة 25، هيبقى أنا النادي الأهلي عندي كم لاعب في ال 97 وكم لاعب زيادة فوق ال 25 وكم لاعب؟ مش اللعيبة دي أنا كنادي أهلي من المفترض إن أنا أستفيد منهم زي ما جبتهم بفلوس، أمشيهم بفلوس أو تتم إعارتهم بفلوس؟ ولا خلاص أرمي وخلاص؟ النادي الأهلي ما بيرميش حد، النادي الأهلي بيفضل محافظ على لعيبته لغاية آخر وقت. فحرام عليكم، حرام على حضراتكم. وبعدين عارفين حضراتكم ايه اللي هيحصل لو سبت لعيب ببلاش؟ اهدار ملعاه. انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه اهو، بمنتهى الصراحه. طب مين اللي تسبب في اللي بيحصل ده؟ ما احنا قلنا اسمعوا كلام النادي الاهلي، اسمعوا كلام الكبير. انا ما قلناش حاجه بالمناسبه، ما قلناش حاجه تانية. النادي الاهلي يفكر في مصلحه الانديه الاخرى قبل مصلحته. مش هو اللي قال، النادي الاهلي اللي طالب. وهنا ما هو اصل احنا في شايفين اللي بيحصل واحنا اللي بنقول اللي بيحصل من خلال قناه الاهلي، يعني مش انا، كل المجموعه اللي موجود قلنا وطالبنا. حتى انا سالت ساعتها سؤال، قلت الله هو فنيا يا جماعه، وسالت على فكره بالمناسبه يعني عشان وانا بتكلم مع حضراتكم، سالت ناس لعيبه كوره كبار جدا ما بينتموش للنادي الاهلي،
مش هقول بينتموا لانديه اخرى، بينتموا لانديه اخرى يعني، مش هقول انديه ايه. قالوا لي لا طبعا ينتهي قبل بدايه الدوري احسن، قبل بدايه كاس الامم الافريقيه احسن مليون مره. ولكنه تاجيل المؤجل والعند والرجوع في القرارات واللي حصل والارتباك والعشوائيه ادى في النهايه الى ايه؟ الى خساره منتخبنا الوطني بهذا الشكل واستقاله اتحاد كره القدم. لو كان الكلام اتسمع من الاول كان ايه اللي حصل؟ يا جماعه والله لما النادي الاهلي بيجي يتكلم بيتكلم لمصلحه الجميع وليس لمصلحته الخاصه فقط. وما زلنا بنجني ما حدث. النادي الاهلي بيجني ما حدث خلال الفتره، ما حدث مش ايجابي، ما حدث كله سلبي. كله سلبي. منتهى القرارات العشوائيه ومنتهى عدم التنظيم وحاجات كتيره جدا. حاجات كتيره جدا. ما كنتوا خلصتوا الدوري قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، كانت الانديه تبقى مستريحه وشايفه هي هتعمل ايه. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر ولا عندي فرصه اسوق لعيبه، ولا عندي فرصه اعرف ان هم 25 ولا 30، ولا عندي فرصه ان انا لعيبه 99 اعمل معاهم ايه، ولا عندي فرصه اللعيبه السوريين هيبقوا عاملين ازاي، لعيبه شمال افريقيا هيبقوا ايه نظامهم. ما انا عندي، عايز اعرف ايه اللي هيحصل، عايز اعرف ماذا سيحدث خلال الايام القادمه. هل ده من حق النادي الاهلي ولا مش من حقه؟ هل ده من حق بقيه الانديه ولا مش من حقهم؟ حاجه غريبه جدا والله. الواحد بيبقى قاعد لما بسمع وبتفرج وبشوف الكلام اللي بيتكتب والكلام اللي بيتقال ببقى حزين جدا، حزين جدا على اقدم اتحاد في افريقيا المؤسس للاتحاد الافريقي يحصل فيه كده. مش عارفين نخلص دوري، كل انديه شمال افريقيا او كل الدوريات في شمال افريقيا انتهت كلها ما عدا ليبيا ومالي. تخيلوا حضراتكم ان كل تونس المغرب الجزائر، بالمناسبه الانديه التونسيه والانديه المغربيه وصلت للنهائي سواء في الكونفدراليه او في بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني بطوله دوري ابطال افريقيا لعبوا يوم 31 والانديه المغربيه وخلصوا الدوري، وتونس وصلت للدور قبل النهائي، والجزائر خلصت الدوري ووصلت للدور قبل النهائي. ولكن عندهم اتحاد قوي، عندهم اتحاد بيفرض كلمته على الجميع، مش بيفرض كلمته بمعنى فرض كلمة، لا، لوائح بيتم تطبيقها، بيتم الاتفاق عليها داخل الاتحاد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ويتم تطبيقها فورا. ولا قسطنطينية في الجزائر مثلا، ولا يقول لك مولودية وهران، ولا يقول لك شبيبة القبائل، ولا يقول لك اتحاد العاصمة، ولا يقول لك لا، هو ده اللي هيحصل الفترة اللي جاية. مفيش حد بيطلع من اتحاد العاصمه يقعد يتكلم ويقول لا انا مش هلعب، وواحد تاني يطلع من الحته التانيه او من شبيبه القبائل يقول لك لا انا لازم العب في الوقت الفلاني. يا جماعه والله بجد اللي بيحصل واللي احنا شايفينه ده منتهى التخبط، منتهى التخبط. الجامعه التونسيه اللي هو الاتحاد التونسي لكره القدم، الجامعه التونسيه اللي هو الاتحاد التونسي لكره القدم قال لك الماتشات هتتلعب كذا وكذا وكذا وكذا. حد قدر يعترض؟ هي تونس بتلعب ايه؟ سمعوني كده، هي تونس بتلعب فين دلوقتي؟ في الدور قبل النهائي؟ بجد؟ وخلصوا الدوري بتاعهم؟ طب حلو جدا. هي الجزائر بتلعب في الدور قبل النهائي فعلا؟ وخلصوا الدوري؟ وعندهم لعيبه محليين موجودين؟ ده ايه الجمال ده؟ للاسف الشديد الفارق واضح جدا 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 ان هو تطبيق اللوائح على الجميع. لا ترجي ولا صفاقسي ولا بنزرتي ولا اي حاجه خالص. هو اللائحه موجوده هتتكتب او هيتم تنفيذها. مش خايفين من حاجه، محدش ماسك عليهم حاجه، مفيش على راسهم بطحه. للاسف الشديد ما زال مسلسل التخبط والارتباك واضح جدا في قرارات اتحاد كره القدم. من فضل حضراتكم اتحاد كره القدم، انا وهنا بوجه رسالتي للواء ثروت سويلم، من فضل حضرتك والقائمين على هذا الموضوع، من فضل حضراتكم احنا محتاجين نعرف الموسم القادم كيف سيبدأ وكيف سينتهي. ايه هي اللوائح المنظمة للمسابقة في الموسم القادم؟ هل ده كلام ما ينفعش نسأله؟
هل هو سؤال صعب؟ هل هو محتاج اختيارات؟ كل اللي احنا بنطلبه رقم واحد الا واحد اللي هنمشي عليه يا جماعه السنه الجايه. ادونا فرصه نسوق لعيبتنا، حرام عليكم، بفلوس وهنخسر. هو النادي الاهلي ده ايه؟ هي بقيه الانديه اللي بتسال في الموضوع ده مالهم؟ ولا هو لازم حد تاني يتكلم؟ فمن فضل حضراتكم قولوا لنا احنا الموسم القادم يا سياده اللواء، اللواء ثروت سويلم القائم باعمال رئيس الاتحاد، من فضل حضرتك قول لنا ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه وما هي اللوائح المنظمه لمسابقه الدوري العام الموسم القادم. نتمنى، اتمنى يا رب، اتمنى ان ده يحصل في اقرب فرصه، واتمنى ان شاء الله ان ده يتم الاجابه عن هذه الاسئله. والله الواحد مش عارف يقول ايه. ماشي، زي ما قلت لكم اشاعات، كل ما ابص في الخبر هنا او هنا تليفون في اي حته، اصل حسين الشحات ماشي، اصل حسين الشحات الراجل مش عايزه، اصل حسين الشحات مش عارف ماله، مش عارف هي الناس ماسكه في حسين الشحات ليه. طبعا وانا بقولها لحضراتكم اهو في قناه النادي الاهلي، وهو حسين عارف الكلام ده كويس جدا، وعارف قد ايه مقدار الحب اللي بيتمتع بيه ما بين كل جمهور النادي الاهلي وما بين القائمين على قناه النادي الاهلي، ولكن هو حسين عارف كويس قوي انه لم يؤدي بشكل كويس في الموسم اللي فات، ولكن الموسم او يعني قبل بدايه مش عارف اقولها لكم ازاي، يعني الواحد هو بيجي يتكلم بيتلخبط، والله بتلخبط. في الست شهور اللي فاتوا او في الخمس شهور اللي فاتوا، ولكن انا متاكد ان حسين هيظهر بشكل مختلف خلال الفترة القادمة. ليه؟ لأنه شال الضغوط اللي عليه، الناس كلها بدأت تتكلم في حاجات تانية غير حسين، لكن الإشاعات بتلاحق حسين الشحات في كل حتة، هو في أسبانيا بيتقال عليه إشاعات، وهو هنا بيتقال عليه إشاعات، ولكن احنا دائما هنقف كقناة النادي الأهلي وداعمين لكل اللاعبين، مش لحسين بس، لكل اللاعبين اللي هيبقى في حاجة حضراتكم لازم تعرفوها بنطلع نقولها لحضراتكم على طول. بنطلع نقولها لكم ان فلان ده هيمشي او فلان ده هيقعد، او بنديكوا تلميحات يعني لغايه لما الموضوع بشكل رسمي يتم طرحه في النادي الاهلي. فكل اللي بنطلبه لا تلتفتوا لهذه الاشاعات، لا تلتفتوا لهذه الاشاعات، لان الاشاعات دي صدقوني بيحاولوا يضربوا فيها باي شكل، لان حضراتكم شايفين اللي بيحصل في الانديه المنافسه ايه. احنا عندنا الدنيا الحمد لله هاديه جدا، اللعيبه في معسكرها بتعمل كذا بتعمل كذا، تمرين صبح تمرين بعد الظهر تمرين بالليل، وحضراتكم بتشوفوا دائما كل يوم الحقيقه خلال اليوم بالكامل داخل قناه النادي الاهلي بتشوفوا حصريا فقط بس عندنا هنا في القناه تدريبات لعيبه النادي الاهلي، بيعملوا ايه الصبح، بيعملوا ايه الظهر، بيهزروا ازاي، بيضحكوا ازاي، بيتمرنوا بجد ازاي، كل حاجه حضراتكم بتشوفوها من خلال قناه النادي الاهلي. فعشان كده انا بقول لحضراتكم لا تلتفتوا لمثل هذه الإشاعات. كل اللي أنا بقوله أيضا انتظروا حسين الشحات في الموسم القادم. حسين الشحات واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي جم في نادي الأهلي، ما طلعش كل اللي عنده في الخمس ست شهور اللي فاتوا، ولكن هتشوفوا بقى حسين الشحات في الموسم القادم هيبقى عامل إزاي. خلينا نطلع بقى نشوف تقرير عن حسين الشحات ونرجع نكمل بقية أخبارنا. حسين الشحات مكوك الأهلي وأحد أبرز اللاعبين على الساحة في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، هو صاحب مهارة يتميز بسرعته الفائقة التي تربك المنافسين، يتعرض لحرب شائعات من حين لآخر دون مبرر سوى لتعطيل مسيرته مع المارد الأحمر لمصلحة المنافسين. فتارة يدعي البعض بأنه خارج حسابات الأوروغواني مارتن لاسارتي لعدم قناعته بإمكاناته، فيكون الرد سريعا بتواجد اللاعب في التشكيلة الأساسية للأهلي. هناك شائعات أخرى تتردد بأنه يبحث عن عروض للرحيل، وأخرى بعودته للدوري الإماراتي.
هي شائعة للتأثير السلبي على مستوى الشحات الذي كان حاسما ونفى ما تردد في وقت سابق عن احتمال رحيله عن الفريق والعودة إلى الدوري الإماراتي من جديد، مؤكدا أنه لا يهتم بالرد على هذه الشائعات لأن كل تركيزه منصب على بذل أقصى ما لديه من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني والمساعدة في تحقيق الانتصارات، خاصة أنه موجود في نادي القرن الذي قاتل من أجل اللعب في صفوفه لا يتخيل الرحيل عنه لأي سبب من الأسباب. وموجها رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته وساندته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للفريق ويقاتل من أجل الظهور بأفضل مستوى، خاصة أنه يضع نصب عينيه دائما السعي لإسعاد الجماهير وتلبية طموحاتها في تحقيق البطولات مع الفريق. وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح لأخبار النادي الأهلي قبل ما نبدأ أخبارنا الإفريقية. أخبار النادي الأهلي النهاردة هقول لحضراتكم كم حاجة كده موجودة النهاردة في تدريبات الفريق. إيه اللي حصل في تدريبات الفريق؟ لما كان دايما بنيجي نحلل مباريات النادي الأهلي خلال الخمس ست شهور اللي فاتوا منذ تولي مارتن لاسارتي الإدارة الفنية، كان بيبقى معايا الكباتن الكبار، كابتن فتحي، كابتن عادل، كابتن ابراهيم، كباتن كل اللي موجودين الحقيقه، كانوا دايما بيقولوا ايه، وبفكر دايما حضراتكم ان مفيش وقت مثلا ان احنا النادي الاهلي او مارتن لاسارتي يعمل تدريبات بدنيه مكثفه، عايز شايف لعيب مثلا محتاج ان هو ياخد بعض التدريبات البدنيه فما يقدرش يعمل، لان مفيش وقت، كل يومين ثلاثه ماتش. لو تفتكروا كانوا دايما يقولوا ايه؟ ان لازم يبقى فيه دايما الشغل على الكرات الثابته. الكرات الثابته دي لازم يتعمل لها شغل معين. عارفين اللي انا بقوله لحضراتكم ده هو اللي بيحصل داخل تمرين النادي الاهلي دلوقتي. النادي الاهلي بيعمل ايه؟ وخليني اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل جوه التدريب، انا بقول لكم حاجات من جوه تدريب النادي الاهلي. اولا الحاجات اللي كنا بنطالب بيها او كان كباتننا الكبار اللي كانوا بيبقوا دايما موجودين معانا كانوا دايما بيطالبوا بيها. كانوا بيطالبوا بايه؟ تدريبات بدنيه مكثفه. صبح وظهر وبالليل. طبعا بتبقى احمال معينه وكاتيجوريز كده او يعني فقرات لحاجات معينه. هم المدير الفني والمسؤول عن الاحمال التدريبيه هو اللي بيبقى شايف امتى يعمل هنا اكتر وامتى يزود وامتى كذا كذا وكذا وكذا. فتدريبات بدنيه مكثفه. تاني فقره بتبقى ايه؟ فقره خاصه للضربات الثابته بالمران. يعني كل تمرينه بيعمل فيها فقره خاصه للضربات الثابته. دايما كانوا كباتننا الكبار اللي كانوا موجودين معانا دايما كانوا بيطالبوا بكده، بيطالبوا ان يبقى عشان نبقى عارفين الكورنر هيتلعب بالطريقه دي، الفاول هيتلعب بالطريقه دي. هو مارتن لاسارتي بيحاول مع اللعيبه يتعلموا حاجه مع بعض نقدروا يتم تطبيقها في المباريات الرسميه. النهارده ايضا ازارو بيكتفي بتدريبات بدنيه في المران المسائي. خدوا بالكم دايما في فترات الاعداد بتبقى الامور ايه؟ لازم هتحس بشكوى في الخلفيه، في الضمه، في الاماميه، في الحاجات العضليه دي كلها هتحس، ولكن امتى تدوس وامتى ما تدوس دي خبرتك كلاعب بقى، بالاتفاق طبعا مع دكتور الفريق. فبتحس دايما بشكة هنا، يقول لك النهارده ما تتمرنش جامد النهارده بعد الظهر وتمرن من بكره تاني مفيش مشكله، حاجات كده بتبقى ما بين اللاعب وما بين الدكتور. كدمه خفيفه ايضا لعمار حمدي.
بدأنا هو تقسيمات واللعيبة بتلعب تقسيمات طبعا بخلاف المباريات. التقسيمات دي بتبقى ليها جو كده وليها دايما بتطفي. التقسيمات دي احلى حاجة بتبقى في التمرين التقسيمات بصراحة، يعني احلى حاجة بتبقى طول النهار، تبقى صبح وظهر وبالليل عمال تجري وتتمرن في الجيم وتتمرن تدريبات بدنية مكثفة، بتتمرن تمارين تكتيكية. من المفترض ان يتم تطبيق كل الكلام ده بقى فين؟ في التقسيمات اللي بيعملها مارتن لاسارتي. اهو سبحان الله، الراجل عنده وقت ان هو يعمل برنامج بدني خاص للاعبي الاهلي الدوليين. لعيبه الاهلي الدوليين الاربعه الكباتن اللي لعبوا مع منتخبنا الوطني، كابتن وليد سليمان، كابتن ايمن اشرف، كابتن محمد الشناوي، كابتن مروان محسن، الاربعه انضموا لمعسكر الفريق وهيبقى ليهم تدريبات بدنية خاصة خلال هذه الفترة. دي كانت أخبار الفريق الأول لنادي الأهلي. وبكرة إن شاء الله بالمناسبة انطلاق اختبارات الناشئين للنادي الأهلي، هتبقى بكرة تبدأ الاختبارات في 8:30 صباحا، علما بأنه قد تم تحديد الأيام الخاصة بكل مرحلة سنية على النحو التالي: أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 14 و15 و16 يوليو الجاري مواليد 2006 و2007، وأن تكون أيام الأربع والخميس والسبت الموافق 17 و18 و20 يوليو الجاري مواليد 2008 2009 2010. أيام الحد والاثنين والثلاث الموافق 21 22 23 يوليو موعدا لمواليد 2003 2004 2005، على أن يكون يوم الأربعاء والخميس الموافقان 24 25 يوليو موعدا لمواليد 2002. تتم عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابة فرع مدينة نصر بسعر 50 جنيه للاستمارة الواحد. أنا عارف يعني بسم الله ما شاء الله دائما النادي الأهلي الاختبارات الناشئين والكلام ده، حضراتكم عارفين كمية الجهد اللي بيبذل في هذه الموضوع، دائما ما تكون هناك أرقام قياسية كبيرة جدا جدا، الناس كلها بتنظر للنادي الأهلي، الناس كلها عايزة تلعب ولادها في النادي الأهلي، الناس كلها عارفة النظام اللي شغال بيه النادي الأهلي، وبالتالي الكل دايما بيدور على النادي الأهلي، بتبقى أرقام قياسية كبيرة جدا جدا للاعبين، وتبقى منظمة بشكل مهم جدا وبشكل واضح جدا. الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيقوم بتنظيم هذا الموضوع وبيبقى متواجد بنفسه طوال هذه الفتره. طيب دي كانت اخبار النادي الاهلي، وهنتكلم كتير النهارده، عندنا الفقره الثانيه هنتكلم برضو في حاجات كتيره جدا تخص النادي الاهلي. خلينا نروح بقى لبعض الاخبار الافريقيه. منتخب بنين يغادر القاهره بعد وداع كاس الامم الافريقيه. أيضا استقبال حافل لمنتخب مدغشقر بعد إنجاز التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا. منتخب مدغشقر لأول مرة في تاريخه يصل إلى كأس الأمم الأفريقية، أول مرة في التاريخ يصل، ووصل لغاية دور الثمانية وخرج من منتخب عظيم زي المنتخب أو اسمه كبير جدا زي المنتخب التونسي، وبالتالي استقبال شعبي كبير جدا في العاصمة عاصمة مدغشقر بعد هذا الإنجاز الكبير اللي عملوه. أيضا بالنسبة للمنتخب الغاني وبعد خروجه من تونس، ضغوط جماهيرية للإطاحة بكويسي أبيا من تدريب المنتخب الغاني. والله الخبر ده يضحك اللي جاي. الأثيوبي تسيمبا حكما لمباراة تونس ضد السنغال، ربنا يستر. هو بالمناسبه هو حكم كويس مش سيء يعني، ولكن عنده اخطاء اداريه كانت واضحه جدا 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 في الفتره اللي فاتت. مش هقول في مباراه ايه عشان الناس بتقعد تقول لك اصل انت بتقول كده عشان خاطر كذا وكذا يعني، فعشان كده بقول لحضراتكم حكم جيد جدا ولكن عنده اخطاء اداريه صعبه جدا جدا. مدرب تونس بيقول نواجه السنغال بصفوف مكتمله ونتطلع لتحقيق الحلم الافريقي. هل ممكن يا جماعة كده ممكن نفكر مع بعض، وحسأل برضو كباتن اللي هيكونوا معانا في الجزء الأخير من هذه الحلقة، هل من الممكن أن نرى نهائي عربي في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019؟ ممكن ولا مش ممكن؟
هو طبعا ممكن نظريا ممكن جدا الجزائر تكسب وتونس تكسب ويلعبوا مع بعض، ولكن هل الجزائر قادره على ان هي تهزم نيجيريا وتونس قادره على ان هي تهزم السنغال؟ اللغه العربيه تثير غضب اعلام السنغال ضد مهاجم تونس. نشبت ازمه ما بين طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس والاعلاميين السنغاليين خلال المؤتمر الصحفي. تمسك طه مهاجم منتخب تونس بالحديث في المؤتمر الصحفي باللغه العربيه وهو الامر. طب ما عايزينه يتكلم ايه؟ ما هو الراجل عربي وبيتكلم باللغه العربيه. اليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال بيقول نسعى لتحقيق حلم الشعب السنغالي بالحصول على كأس الأمم الأفريقية. طبعا طموح مشروع جدا بمنتخب السنغال، منتخب قوي، منتخب عنده مدير فني قوي، ولكن لم يظهر حتى الآن بالشكل القوي قوي اللي احنا منتخب الجزائر الناس كلها بتجمع مثلا على منتخب الجزائر، ولكن منتخب السنغال لسه في يقول لك لا في أحسن من كده، في كذا في كذا. لامين جسامة بيقول هو لاعب نادي السنغال بيقول الانتقادات سر تألقي ومباراة تونس صعبة. جمال بالماضي عجبني جدا، جمال بالماضي وعجبني جدا كلام جمال بالماضي وعجبني جدا اللي بيقوله والتصريحاته الصحفية الحقيقة رائعة جدا. قالك ايه؟ قالك بغداد بنجاح من افضل المهاجمين في العالم، في العالم مش في مصر او في انا اسف في الجزائر، من افضل المهاجمين في العالم. وبعدين ايه؟ قال لك ايه في الاخر؟ لما بيسالوه مين اللي هيكسب؟ نيجيريا ولا الجزائر؟ قال لك الافضل هو اللي هيفوز. مدرب واقعي جدا. بالماضي بيعاين ارضيه استاد القاهره، يعني طبعا من حقه ان هو يعاين كل شيء، ولكن الارضيه واضحه. محدش اتكلم على ارضيات الملاعب، محدش اتكلم على التنظيم، محدش اتكلم بشيء سلبي، يعني كل الناس مبسوطه باللي بيحصل. وبعدين هو طبعا من حقه ان هو يشوف لانه لاول مره الجزائر ستلعب على استاد القاهره ضد المنتخب السنغالي في البطوله. طبعا بالمناسبه جمال بالماضي وانا كنت اتشرف ان انا متواجد مع المنتخب في ذلك الوقت، خسر منتخبنا او منتخب الجزائر خسر من منتخب مصر 5-2 على استاد القاهره. كان الله يرحمه كابتن جوهري هو المدير الفني للمنتخب المصري في ذلك الوقت، وجمال بالماضي ما كانش مدير فني، لا كان بيلعب بقى في الملعب في الوقت ده، وقدرنا او منتخب مصر قدر ان هو يكسب 5-2 في هذه المباراه. مهدي عبيد واحد من افضل اللاعبين المتالقين خلال هذه الفتره مع منتخب الجزائر بيقول سنقاتل لاسعاد جماهير الجزائر باقصاء نيجيريا. طبعا انا شخصيا اتمنى ان يصل المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي الشقيق الى المباراه النهائيه. مدرب نيجيريا بيقول جماهير مصر تعشق الكرة الجميلة وأتمنى أن نحظى بمؤازرته. طبعا الكل دلوقتي بيلعب على الوتر العاطفي في الجماهير المصرية. طيب آخر خبر عندي النهاردة، مدافع نيجيريا بيقول كينيث أوميريو نمتلك مقومات التأهل للنهائي ضد الجزائر. طبعا كل التوفيق لكل المنتخبات، ولكن انا اعتقد ان معظم الشعب المصري مع المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي في الوصول الى المباريات النهائيه. طيب دي كانت اخبارنا النهارده، خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل ضيوفنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير كابتن احمد بلال بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك كابتن ابراهيم؟ اهلا وسهلا بيك كابتن اسلام، نور الله يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ الله يخليك. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله يخليك يا رب. الحمد لله. كابتن فتحي 25 ولا 30 ولا اللاعب السوري هيبقى محلي ولا هيبقى مش محلي؟
يعني هيعامل معامله المصريين ولا مش هيعامل معامله المصريين؟ هل الكلام اللي احنا بنقوله ده او هل الاسئله اللي انا بسالها دي اسئله منطقيه، اسئله صعبه؟ يعني حضرتك خبرات اداريه وفنيه طبعا كبيره جدا، ولكن الحاجات اللي انا بقولها دي مش من المفترض ان اتحاد كره القدم اي اتحاد في العالم محلي يقول للانديه اللي عنده احنا الموسم اللي جاي هنبدا بالشكل الفلاني وهنعمل كذا ولاعيبه 97 هيحصل فيهم كذا ولاعيبه كذا ولا انا بتكلم كلام غلط؟ لا لا انت طبعا كل كلامك مش انا يعني ده لا الكلام لا المنطقي يعني هو كان بيقول ده توابع الزلزال. توابع الزلزال. ايه هو الزلزال؟ الزلزال ان احنا كان عندنا فوضى اداريه، فوضى تنظيميه، ايوه، فوضى في التخطيط، فوضى في الرؤيه المستقبليه، فوضى في ازاي نرتب البيت من الداخل. كان ممكن لو كان ده مترتب من الاول مفروض مش منتظرين يعني في اللحظه نقدر ان احنا نقول والله 25. هو طبعا بيقول لك 25 لو لغينا 97 يبقى خمسه هنخليها 30 ويبقوا الخمسه دولت من مواليد 97. شغله كله يعني ما يشتغلوش دوله، مش شغل دوله ده يعني. معلش يا كابتن انا اسف، الحته اللي حضرتك بتقولها دي تمام 100%. طيب لو انا لغيته وعملته الخمسه دول هيبقوا 97 اللي هيتم قيدهم زياده، دول هيبقوا 97. طيب انا عندي اكتر من 32 33 لاعب، امتى اللاعيبه اللي انا مش عايزها اقدر اسوقها؟ لا ده انت صرفت عليها، واللي انا صرفت عليها طبعا اللاعيبه دي انت ربيتها. يعني كابتن ابراهيم كان ماسك هذا القطاع مربي اجيال كتيره 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 في النادي الاهلي. هؤلاء اللاعبين لما بيطلعوا وبيكبروا بعد انت ما تعبت عليهم وصرفت عليهم واشتغلت عليهم فنيا واداريا واجتماعيا وكل الحاجات دي كلها، بص على اللعيبه دي خلاص مش في الشارع، هيروحوا في انديه متفرغه ببلاش. فين الاحتراف؟ والسؤال ده هنا بقى لك، فين الاحتراف؟ لو انا محترف يبقى المحترف يعني نظام، طالما ما فيش نظام اذا ما فيش احتراف. دي اقدر اقولها في هذه الجزئيه الى ان هنكمل المشوار ان شاء الله ونكمل كلامنا بعد الكباتن كابتن ابراهيم. اكمل انا في نفس النقطه. انا هخلي حضرتك تكمل في نفس النقطه. كابتن ابراهيم اتكلم على الناشئين وكيف سيتم تسويقهم، ايضا لعيبه الفريق. يعني لما تيجي تحسب لعيبه الفريق النادي الاهلي اللي موجودين بعد بقى رجوع الاعارات والكلام ده كله هتلاقيهم فوق ال 32 33 لاعب، اكتر كمان كتير اكتر. صح اكتر. طيب هو لو ايدنا على اعتبار مثلا اتحاد كره القدم هيقيد 25، طيب الفرق ده ما بين ال 25 وال 35 ال 10 دول انا عايز امشي اسلام وكابتن ابراهيم وبلال وكابتن فتحي، طب مش من المفترض ان انا يبقى عندي وقت ان انا اسوق اللعيبه دي ولا لا؟ المفروض مبدئيا كده الاتحاد بيبقى موجود لمصلحه الانديه. نعم. اللي عمله الاتحاد ده مش في مصلحه الانديه. لما نيجي نتكلم عن ارتباط ال 97 بالفريق الاول او بالمنتخب الاولمبي، 97 22 سنه 23 سنه. هم عملوا 97 ليه؟ السنه اللي فاتت عشان المنتخب الاولمبي. لما نيجي نشوف المنتخب الاولمبي اللي بياخده شوقي غريب، شوقي غريب بياخد اللعيبه اللي بتلعب الفريق الاول بس. حتى ما بيتفرجش على ماتشات ال 97 اللي هي جمهوريه اللي هي معموله اصلا عشان المنتخب الاولمبي. هو بياخد اللعيبه اللي بتلعب مع الفريق الاول في نواديه. وبالتالي السنه الجايه مفيش اي فايده ان انت تعمل ال 97. يبقى انت عايز، يبقى انت من بدايه خالص، من بدري خالص يا اتحاد كوره بتقول ان انت هتقيد 25 لعيب وهتاخد خمسه من ال 97 من ال 97 تأيدهم مع الفريق الاول. حضرتك عارف النهارده كام؟ لا ما هو الوقت ضيق، ما قالش لغايه دلوقتي. ده انا اللي 13 والله، يعني 13 ده احنا 29 من 13 ل 29 كام؟ ده ولا حاجه، 16 يوم. 16 يوم ولا حاجه، ولا حاجه في الكوره. اعمل الحاجات دي كلها ده ولا حاجه في الكوره، 16 يوم ده ولا حاجه في الكوره. خلصوا 16 يوم. خلاص. فانا بقول ان ال 97 من السنه اللي فاتت احنا بنقول كان لازم تتلغي، لان 22 23 سنه ما لعبش في الفريق الاول يبقى ملوش مكان. كل واحد يشوف مصلحته، ويبقى من مصلحه النوادي كمان انها تسوق لاعبتها. ده يتسوق في الحته الفلانيه، ده يتسوق في الحته الفلانيه. لو الاتحاد كان المفروض اصلا بيدور على مصلحه الانديه، الاتحاد كان مشغول باشياء اخرى ما لهاش اي دخل بمصلحه الانديه. وبالتالي احنا في القصه دي، في حته قطاع الناشئين دي مشكله وهتفضل سنه وسنه وسنه الا لما ناخد فيها قرار لازم
ما اعرفش بقى نروح للقائمه نفسها يا كابتن. يعني برضو القائمه نفسها سيبك من 97 هيبقى ليها حل. ما احنا ندخلك على ما ندخلك على على القائمه دلوقتي. القائمه احنا قلنا يمكن كنت انا موجود معاك قبل الدوره الافريقيه كنا موجودين هنا برضو في قناه الاهلي واتكلمنا في نفس المشكله دي ان احنا ما مش هيبقى عندنا وقت ان احنا في القيد الافريقي هيبقى وقت ضيق جدا ان انت تقيد افريقيا. والاتحاد قال اتحاد الكوره طلع صلاح قال لك ان الكاف هيستثنى هيدي استثناء المنتخب لمصر عشان 5 اغسطس يبتدوا ايدوا بعد ما حصل المشكله بتاعه طلوعنا من دور ال 16 طلع ان الكلام ده كله كلام مش مظبوط وان ما فيش استثناء للاعيبه النوادي بتاعه مصر انهم يدوا لغايه 5 اغسطس. وبالتالي برضه انا بقول ان الاتحاد ما كانش بيدور على مصلحه الانديه، الاتحاد كان بيدور على مصلحته هو الشخصيه. فاحنا في مشكله دلوقتي يا ابو كباتن. اه والله مشكله كبيره، مشكله لكل النوادي، الاهلي والزمالك وال كله بيراميدز والمصري، الناس اللي هتدخل افريقيا دي. وغير افريقيا الناس كمان. اللي هتدخل افريقيا سواء افريقيا سواء القيد في الفريق الاول، اللعيبه دي هتمشي ببلاش، يعني في لعيبه هتمشي ببلاش ودي برضه اكبر المتضررين الانديه الكبيره. الانديه الكبيره اللي هي صرفت على لعيبتها وبتدي طبعاً. عقود بتدي عقود جامده وبتصرف على اللعيبه وبتعمل معسكرات وبتسافر وكل الكلام ده. مين اللي هيتحمل كده؟ النوادي للاسف اللي هتتحمل القصه دي للاسف الشديد. كل النوادي النوادي اللي هي بتهتم بحته قطاعات الناشئين والصرف عليهم وي 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 هي اللي هتتضرر من القصه دي. ومحدش هيتسائل دلوقتي، الاتحاد مستقيل ومحدش هيتسائل. كان لازم من الاول في اتمنى تبقى حته الناحيه الاداريه تبقى موجوده في الاتحاد اللي جاي، بيقولوا لنا البدايه امتى والنهايه امتى، كل مدير فني يبتدي يعمل فترات الاعداد بتاعته منسقه، يبتدي يعمل الماتشات بتاعته اللي هي في فتره الاعداد، عارف امتى هيبتدي وامتى هينتهي، واللعيبه اللي هيبقى يعارض بطريقه جيده. يعني لازم العمليه تبقى منسقه اداريا. بدون اداريا الدنيا هتبقى متلخبطه زي ما احنا متلخبطين دلوقتي. في نفس الاتجاه يا بلال، السنه اللي فاتت قال لك ايه، اللاعب السوري هيعامل معامله مصريه كمصري كلاعب مصري يعني. وما اعرفش انت سمعت، اكيد سمعت الكلام ده، ان هو في واحد لعيب من شمال، لاعب من شمال افريقيا ستتم معاملته كلاعب مصري. هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ هل ده السنة الجاية هيحصل؟ يعني اللي هو قصدي الموسم القادم اللي هو بعد المباراة الأهلي والزمالك الأخيرة اللي هي يوم 28 بداية بعد أيام، يعني بعد أيام بعد أقل من 14 يوم أسبوعين بكرة. هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ النادي الأهلي، ماليش دعوة بقية الأندية، أنا بتكلم بالنادي الأهلي، النادي الأهلي يعمل إيه؟ ويخلص نفسه إزاي من هذه الأمور الصعبة جدا جدا؟ في نفس الوقت عندك لعيبه محتاج ان انت تسوقها، لعيبه انت مقتنع بيها وكل حاجه، بس مثلا لسه صغير محتاج ان انت زي ما حصل مع ناصر ماهر، زي ما حصل مع عمار، زي ما حصل مع لا بص الاول، عارف انت فكرني الموضوع ده بجزء كده من لقطه فيلم، عارف بتاع شجره الدر لما راح لهم قال لهم يعني اكلم مين لما احب اكلم شعب مصر؟ انت مش عارف تكلم مين دلوقتي، يعني انت ما عندكش حد توجه له رساله، ما عندكش حلو. حد توجه له المسج، يعني ما عندكش حد تساله تقول له انا السنه الجايه هيبقى النظام ايه، بلاش السنه الجايه، الماتش الجاي بعديه النظام ايه، التأييد هيبقى نظامه ايه، البطوله السنه الجايه هتبقى عامله ازاي، كاس مصر هيستكمل ولا لن يستكمل، انت ما عندكش حد يا كابتن تكلمه. ودي برضو مشكله كبيره جدا 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 جدا. اتحاد مستقيل، المفترض النهارده ان في العميد ثروت سنون هو اللي بيحل يعني محل اتحاد الكره، فهو المنوط دلوقتي ان هو يجيب على كل هذه الاسئله. والله انا بقول لهم حاولوا تجيبوا لنا العميد ثروت سويلة بنساله في هذه الاسئله. هو ده الطبيعي، هو معانا طبيعي على فكره ان انا بسال اسئله، ممكن يبقى عنده هو الاجابات اكيد، ممكن يبقى عنده الاجابات ويقول لي الطبيعي يبقى عنده الاجابات، مش ممكن، ده هو الطبيعي يبقى عنده الاجابات، ملاش حل تاني يبقى مين هيبقى عنده الاجابات لو هو ما ردش. لا مش طبيعي طبعا يا كابتن، في مشكلتين كبار جدا، يعني مشكله بالنسبه للعيبه ومشكله بالنسبه للانديه اكيد. يعني الاهلي عنده مشكله كبيره، ان والانديه الكبيره كمان مش بس النادي الاهلي، لان هما دول اللي بيكون عندهم ذخيره كبيره من اللعيبه، هو ده بيبقى عنده عايز لعيبه يشتريها، عايز تجديد، عايز لعيبه عايز يمشي، لعيبه عايز يعيره، لعيب لسه حاسس ان هو مش جاهز، لسه ما اكتملش فنيا، فبالتالي عايز يعيره سنه او سنتين لحد ما يكتمل فنيا. وبتحصل في كل الانديه اللي موجوده في كل العالم، يعني سواء كانت اوروبا او امريكا اللاتينيه. الاهلي النهارده لما يكون انا بلعب بقايمه فيها 30 لعيب وعندي النهارده فرقه 97 بتلعب في الناشئين،
من الطبيعي جدا يا تستكمل الموسم القادم على نفس هذه الوتيرة او نفس هذه الاسس او بنفس الطريقه، يا اما انت قبليها بسنه يا كابتن بتيجي تقول يا جماعه السنه اللي جايه ما تعملش حسابك في 97 بالظبط، ده الطبيعي، ده الطبيعي في اي حته في يعني انت لما بتيجي تغير اللائحه ما بتجيش تغير اللائحه الصبح تاني يوم النهارده على فرقه عندها مثلا 30 لعيب، فانت بتقول له لا انت مطالب انك تمشي خمسه، طب الخمسه دول انا عندهم عقود، عندهم فلوس، عندهم امكانيات، انا كلاعب هخسره، انا كنادي هخسر الخمس لعيبه دول، دي رقم واحد في الحته دي، يبقى انا كنادي خسرت النهارده ميزانيه كبيره جدا جدا بالنسبه لي، مشيت 97 ما عملتهمش ما عملت لهمش مسابقه، عندك ست سبع لعيبه النادي الاهلي تقريبا يعني اسماء كبيره اسماء كثيره، المتذكر منهم دلوقتي في الوقت الحالي اعتقد رمضان صبحي، كريم نيدفيد، محمد ماهر، محمود، ناصر ماهر، يعني لعيبه كثيره، كعمار حمدي، صلاح محسن. لعيبه مش عايز يعني عندك سبع ثمان لعيبه تمام، دول بارقام وعندهم امكانيات فنيه عاليه، ممكن يكون القدرات الفنيه في التوقيت الحالي ما تسعفوش انه يلعب كاساسي في النادي الاهلي ممكن، فهتضطر ان انت تعيره لنادي تاني او تخليه او تبقي عليه في دوري قطاعات الناشئين، تعملها ازاي؟ تبقي عليه في التسجيل مش في الدوري، فانت هتيجي يوم 29 انا كلاعب، انا هديك انا خلاصه الموضوع، انا كلاعب هتيجي تقول للنادي الاهلي خليك وهعيرك، اقول لك لا ما تعبنيش بالظبط، يا تسجلني يلعب عندك يا تمشيني، يبقى انت خسرت كل اللي انت زي ما كابتن فتحي قال من شويه، انت خسرت قيم ماديه وخسرت قيم لعيبه انت كان من الممكن انك تستفيد بيهم، انما ده عشان انت عايز تغير اللائحه او النظام اللي انت ماشي عليه ما بين يوم وليله، الطبيعي جدا يا اسلام انك تيجي تقول يا جماعه من بدايه الموسم، يعني انا ابتدي موسم 19 20 يا جماعه 20 21 بلال معلش انا اسف غير بس قول لي، ما انا بقول لك الطبيعي ما هو ما هو بيقول كده، انا عايزك تقول لي بس مش عايزك من بدري سنه قول لي دلوقتي حتى طبيعي، ده طبيعي جدا يا كابتن، ما هي بص يا كابتن يعني زي ما انا طبعا خليت كابتن ابراهيم تفضل وقال وكابتن بلال شو كابتن، اي عمل في العالم اي شغل في حاجه اسمها هدف، والهدف ده انا عايز اوصل له، الهدف ده يعني فيه نظام يعني هشتغل بنظام هوصل للهدف بتاعي، الاستقاله اثبتت ان الاتحاد فاضي، الاستقاله اثبتت ان الاتحاد فاضي، فاضي من ايه؟ من التخطيط والتنظيم، لان كان ممكن الاتحاد يمشي وهو ماشي بسبب معين بسبب الفريق الاول، لكن باقي المنظومه داخل الاتحاد متخطط لها، متخطط لقطاعات الناشئين، متخطط للوائح، متخطط للنظم، مش وليدة صدفة، مش ان انا دلوقتي جاي عايز اغير، اما نقول اللي هو ثروت سويلم هو ذنبه ايه الراجل؟ هو جاي دلوقتي في وسط المركز وما عندوش لوائح ولا عنده نظم معمولة ولا عنده تخطيط، دلوقتي بتقول قبلها بسنة كان مفروض الاتحاد مخطط الحاجات دي كلها، مش مستني بعد بطولة افريقيا ان احنا مثلا لو كسبنا بطوله افريقيا الوضع مش هيتغير، ما هو هو كنا هنبقى في هذه المشكله، كان لازم يجي الامين العام اللي هو دلوقتي بيقوم برئيس الاتحاد يلاقي لوائح ونظم ثابته هيطبقها على كل الفرق اللي موجوده، نظام المسابقه ايه السنه الجايه، اللاعب الاجنبي مين، اللاعب شمال افريقيا، اللاعب السوري، مسابقه 97، كل الاسئله والحاجات اللي احنا قاعدين نتناقش فيها دي لابد كانت تكون هناك اجابات وقرارات متاخده من قبل بطوله افريقيا، لان انا ببص بخطط لمستقبل الكره المصريه، لكن احنا ما عندناش مستقبل، الكره المصريه ما لهاش مستقبل بدليل ما لهاش تخطيط، انا حد يطلع كل الاجابات اللي احنا سواء انت كابتن اسلام او كابتن ابراهيم او كابتن بلال اتكلمتوا على حاجات كتيره، لو في ورق طلعت بقرارات مسبوقه ومتاخده والنظم يبقى فعلا احنا كنا مخططين صح للكره المصريه، لكن ده اثبتنا ان احنا ما عندناش تخطيط، لان احنا بنسال وبنقول هاد نجيب اللي هو ثروت، طب هيقول ايه اللي هو ثروت؟ طب ما عندوش، ما انا انا هرجع بقى الكلام ايوه كلام الكابتن احمد بلال دلوقتي يعني. لابد اسال لابد. مين في مصر؟ ايوه نرجع للكلام اللي هو قاله ده، نسال مين؟ نسال احنا بنقول ده تبع الزلزال ايه؟ ده بيدل للاسف ان الاتحاد المصري ما كانش فيه اي نوع من التخطيط المسبق لمستقبل الكره المصريه، والنظره كانت
لفوكس بس على المنتخب الاول وعلى الشغل اللي هو معمول، لكن فنيا فين الاتحاد المصري؟ فين هذه المسابقات؟ 97 يعني لعب عنده 23 سنة وما لعبش درجة أولى، هيلعب فين؟ يبقى المفروض من الأول واخدين قرار وجينا، وزي ما تفضل الكابتن بيقول كابتن غريب بياخد اللعيبة اللي بيلعبوا في الأول، عنده حق، وهياخد اللعيبة اللي بتحتار، ومين اللي هيلعب في الفريق الأول؟ اللعيب المتميز، اللعيب اللي هو بروميسنج، اللعيب اللي قادر، فلازم ياخدهم. إذا الباقيين دول ما كانوش موجودين، كل ده كان لازم تخطيط. لابد أنا بقول في موسم 2019 2020 بعدين 2020 2021 هتبقى إيه؟ 2021 2022 إيه؟ يبقى أنا عندي خطة كده كل الأندية تبقى عارفاها، كلنا إحنا قاعدين قبلها بثلاث أيام، عايز تعمل كل ده؟ تخيل يعني أنت قبلها بثلاث أيام عايز تشوف 97، لا ده مش عايز يعمل لعب لا معلش ده مش عايز يعمل بس، ده عايز يعمل ويبلغ الأندية، والأندية تسوق لاعبتها، والأندية تشوف ان عندها تجيب واحد سوري ولا ما تجيبش، والأندية تشوف ان تجيب شمال افريقيا ولا ما تجيبش. انا بقول لحضرتك كل ده يحصل في خلال 12 13 16 يوم 16 يوم 16 يوم اللي جايين دول. وبعدين انت لو طلب وبعدين يا كابتن في حاجه مهمه جدا، يعني انا يعني انت بتتكلم في لعيب سوري وبتتكلم في لعيب شمال افريقي وعندك اربعه اجانب، يعني ست لعيبه في الملعب، وانت اصلا الدوري بتاعك لم ينتج ولم وضح باين الدور للمنتخب المصري باين، فانت النهارده بتستورد لعيبه تانية عايز تحطها بتزود عدد اللعيبه اللي موجودين في الملعب، وانت اصلا عندك المنتخب للاسف الشديد اللعيبه المحليه بالنسبه لك تعتبر ما بتمثلش نسبه 20% من المنتخب المصري او 30% من منتخب مصر. الاداء لو انا كابتن يعني هسال سؤال معلش اسف، يعني لو جيت سالتك كده اسلام قلت لك هات لي 10 لعيبه في الدوري العام المصري دول يلعبوا منتخب مصر اساسي في الدوري العام نتاج مع احترام كل اللعيبه طبعا، لكن هتحتار بجد صح نتاج ده النتائج يا كابتن اللي بيحصل، فانت بالتالي كمان عايز تزود ده استكمال لكلام حضرتك ان مفيش تخطيط اساسا مفيش رؤيه، انا ما عنديش رؤيه فبالتالي انا باخد قرارات عشوائيه، القرارات دي عشوائيه، انا النهارده لما يكون ما عنديش اصلا منتخب مصر جيد ده معناه ان الدوري العام بتاعك النتاج بتاعه مش جيد، انت عندك كل الاربعه لعيبه دول او الاربع لعيبه او الخمس لعيبه اللي موجودين دول كلهم يا نص ملعب يا مهاجمين يا نص ملعب في كل الفرق يعني تقريبا 90% من الفرق هم دول، فانت النهارده عايز تزود كمان لعيب عشان يبقى قوام الفريق اكتر من 50% او 60% تقريبا من خارج مصر، فبالتالي دي مشكله. ثلاثة اجانب اكبر اربعه اسلام اجانب وانت بتضم عليهم واحد وعايز تخلي السوري والفلسطيني مصري، يبقى انت كده ست لعيب خلاص كمل الاربعه التانيين وخلي الدوري مفتوح. شمال افريقيا برضو يعتبروا مش اجنبي. طب يا بلال بما اننا لك واحد انا انا همسك في الكلمه اللي انت قلتها ان انت لازم يبقى عندنا هدف، انت عندك هدف دلوقتي انت بتنظم المسابقه للسنه الجايه عشان دوري افريقيا وعشان كاس العالم، يبقى ناخد كلامك من الهدف وكلام الكابتن ابو حميد، انت بتزود اللعيبه الاجانب عندك مش لمصلحه المنتخب اللي عندك طبعا. انت المفروض ان انت تفرز لعيبه، كل النوادي اللي تفرز عندها لعيبه المنتخب الاولمبي ده معمول ليه؟ عشان تفرز لعيبه سن 21 سنه 22 سنه تعدهم لدوره افريقيا اللي جايه وتعدهم لكاس العالم اللي جاي، يبقى لازم يبقى التخطيط المجموعه اللي هتيجي لازم يبقى في لجنه سريعه جدا 3-4 انفار يعملوا لمصلحه الكره المصريه انهم يلحقوا النوادي ويلحقوا منتخب مصر في ال 16 يوم دول انهم ينقذوا المشكله اللي احنا واقعين فيها دي. ده رايي الشخصي. طيب بما اننا بنتكلم عن المنتخب وعايز اسال حضرتك يا كابتن، احنا عندنا دلوقتي برضو اختيار صعب جدا، قبل بس ما نتكلم عن اخبار النادي الاهلي عندنا، وبالمناسبه بمناسبه اخبار النادي الاهلي عندنا لقاء عمر ربيع ياسين عامل لقاءين الحقيقه جامدين جدا، واحد مع حسين السيد وواحد مع عمرو جمال، الاثنين بعد الحلقه على ان شاء الله هنزحهم لحضراتكم على قناه الاهلي زي ما اتعودتوا دايما خلال الفتره اللي فاتت، كواليس اللي بيحصل في معسكر النادي الاهلي دايما بتكون موجوده معانا هنا فقط في قناه النادي الاهلي. حضراتكم الحقيقه طبعا بنشكركم جدا على ردود الافعال اللي بنسمعها من حضراتكم، ولكن دايما بنحاول نبقى متواجدين مع حضراتكم باكتر حاجه نقدر نعملها، وبالتالي بعد الحلقه ان شاء الله هيبقى في كابتن حسين السيد وكابتن عمرو جمال موجودين مع كابتن عمر ربيع ياسين عاملين كده حاجه عايزكم تتفرجوا عليها، حاجه لطيفه جدا جدا جدا. طيب كابتن فتحي عايز اسالك عن ايه؟ عن المنتخب المصري، احنا شهر اكتوبر اللي جاي تصفيات كاس العالم صح؟ طيب
اذا كنت حضرتك دلوقتي مسؤول في اتحاد كره القدم، هل هيبقى في عندك معايير معينه لاختيار المدير الفني القادم للمنتخب الوطني، ولا يعني هيبقى مصري ولا مش هيبقى مصري؟ طيب لو مش مصري هيبقى جنسيته ايه؟ ايه المعايير اللي هتتحط، او هل هناك معايير بالفعل مطبقه؟ شوف يا كابتن اسلام، منتخب مصر بيتكون من ايه؟ لاعبين وجهاز فني وجهاز اداري. احنا جهاز اداري غير موجود، وجهاز فني جاي على اساس ياخد لاعبين، لازم ان انا احضر له اللاعبين. هنرجع بس خطوه صغيره، اللي ملوش ماضي عمره ما هيكون له حاضر، واللي ملوش حاضر ملوش مستقبل. احنا 2006 2008 2010 اللي كلنا بننادي بيها وفرحانين بيها، ندور ليه كسبناها؟ اقول لحضرتك ليه؟ ما انا هكمل لحضرتك. عشان النادي الاهلي. بس اديك انت قلتها. عشان النادي الاهلي. يبقى احنا كسبناها لان كان في اياميها دوري منتظم نمره واحد، نمره اثنين كان عندك النادي الاهلي بياخد بطولات افريقيا، فبياخدها امتى؟ في شهر ديسمبر. وبعدين كنت بتشارك في بطوله افريقيا في شهر يناير. يعني بتاخد اللعيبه وهم في التوب فورم وهم جاهزين قوي وهم عاليين قوي. فاذا المدرب لما بياخدهم 8 وبيجيب 2 3 من بره، خلاص بقى من 11 عندك بتلعب بيهم، لعبت بيهم 2008 2006 و8 و10. اذا لابد ان يكون عندي لعيبه. لو جبت احسن مدرب في العالم في هذا الدوري بهذا النظام، النتيجه واحده، مش هتعمل حاجه، استحاله يا جماعه. من غير تخطيط ومن غير تنظيم ومن غير فكر ومن غير دوري قوي، هل الدوري اللي احنا بنقول عليه لسه ما انتهاش لغايه دلوقتي؟ انتوا اي حد يعني برؤيه نقدر نقول ان هذا الدوري يعتبر من الدوريات القويه؟ في منافسه للأسوأ، كل فرقه وحشه فبتخبط في بعض، عشان كده احنا واصلين لكده. منافسه للي يقعد في الدوري يا كابتن. طب ايه المعايير اللي يقعد في الدوري مش اللي ياخد الدوري؟ هل هناك معايير معينه بيتم الاختيار على اساسها، ولا الاختيار من الجهاز الفني؟ لو جبنا لا مش جهاز فني، مدير فني. لو جبنا مدير فني طبعا. كابتن اسلام، لو جبنا احسن مدير فني هجيب لعيبه منين؟ وانتوا انت دلوقتي انتوا في الوسط، اذا كان كابتن بلال وكابتن ابراهيم وانت كلاعب، قول لي في لعيبه في مصر امكانياتها ايه اللي كانت موجوده في 2006 و8 و10؟ مين اللي بيصنع هؤلاء اللعيبه ويطلعهم بيطلعهم الدوري؟ هل الدوري عندنا بالشكل ده بالصوره دي بالنظام ده؟ هو احنا 97 ولا 95 25 ولا 30 لعيبه من بره ولا لعيبه من جوه، ودوري كل 3 ايام وقلب ومش عارف ايه؟ ايه يا جماعه ده مش دوري، ده مش هطلع لعيبه. فانت لو جبت اي، كلنا بنقول دلوقتي عايزين نجيب جهاز فني، هيختار لعيبه، يختارهم منين؟ يعني هجيب منين؟ هيجيب الانديه، في الانديه دلوقتي مع احترامي في ملايين. بس خلينا نبدا الاول يا كابتن بالنهاية. وانا من وجهه نظرك، هل هو مدير فني وطني مصري يعني، ولا ما يبقاش مصري؟ لا يعني دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها، اللي احنا فيها مصري. مصري قبل شهر 10. مصري، لا ما في، هنجيب واحد تاني من بره هيعرف منين؟ مصري على الاقل، هنلاقي مصري يقدر دلوقتي يعني عارف المستوى اللي احنا فيه وعارف الكره. بس انا برضو بشفق على اي مدرب هيتولى. طب كابتن لو عندك، مش هقول لك اسم، خمس اسماء تختار منهم مين؟ يعني حضرتك عندك في دماغك خمس اسماء مديرين فنيين يمكن ان يقودوا منتخب مصر خلال هذه المرحله اللي مش صعبه، اللي صعبه قوي. ايوه هي ولا مش عايز تقول اسماء؟ لا انا مش هقول اسماء، انا لا احنا مش هنقول الاسماء، لكن احنا هنقول في مدربين مصريين هيقودوا قادرين، يعني قادرين ان بر، لكن بحط عليها انا بشفق على هؤلاء المدربين، لان مش هيلاقوا لعيبه تديهم الصوره اللي احنا متخيلينها لكره القدم الحقيقيه. طيب الوضع اللي بيتكلم عليه كابتن فتحي وضع واضح، وكابتن فتحي مصر ومصمم على ان اللي فات مش هيدينا اللي جاي كويس. خلاص صح يا كابتن؟ انا بقول صح. صح. طيب اللي فات مش هيدينا اللي جاي كويس. طيب المدير الفني برضه، ما هو انت بتلعب باسم بلد كبير جدا في افريقيا وفي العالم وفي كل حته، هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه معاييرك عشان تختار مدير فني؟ حضرتك الاول مع الوطني يعني كابتن فتحي، مع المدير الفني المصري، حضرتك مع المدير الفني المصري ولا الاجنبي؟ على مر السنوات السابقه
وانجازاتنا وانجازاتنا سواء في افريقيا او ترشيحاتنا لكاس العالم اللي عملهم مدرب مصري. ده كاس العالم مره مصري ومره اجنبي. مره مصري ومره اجنبي. الاول طبعا اجنبي 34 ده كان اجنبي. الثلاث بطولات كان مصري. الثلاث بطولات افريقيه اللي كسبناهم الكابتن حسن شحاته مدرب وطني. سبعة تقريبا ولا ستة منهم. كابتن جوهري برضو 98 والكابتن جوهري 98 يعني كل الانجازات كان مدرب مصري. فانا انا بشجع المدرب المصري اولا يقدر يشوف اللعيبه كويس يقدر يعامل اللعيبه بطريقه جيده ونفسيا يقدر يعاملهم كويس يقدر يدخلهم جوه العيله اللي المفروض تتعامل في الفرقه. انا مش شايفين المنتخب اللي فاتت كان فيه العيله اللي موجوده والحب اللي موجود ما كانش موجود. فانا شايف زائد لازم تبقى فيه اداره من الاول تعمل دوري منتظم ومش اي نادي يقول لهم اجل الماتش ده ياجله اجل الماتش ده ياجله ده سبب النكسه اللي احنا فيها. كل ده متفقين عليه يا كابتن. انا بس بسال سؤال مهم دلوقتي اتفضل اللي هو حضرتك اللي فات حاجه والمفروض لا يقدر المفروض انا بقول لو في اداره ناجحه برضه الاداره يعني ما انا عايز اوصل لايه للناس ان تعرف ايه ان حضراتكم بتتكلموا يعني خبرات اثنين خبرات كبيره جدا بيتكلموا على ايه ان الاداره هي الاهم من اختيار المدرب. كل حاجة الإدارة هي اللي بتجيب جهاز فني على مستوى جيد لأن بتنقيه الجهاز الفني الجيد بينقي لعيبة كويسة الإدارة بتعمل دوري منتظم على مدار السنة بيقدر يفرز لعيبة كويسة وبالتالي الإدارة هي كل حاجة في منظومة الكورة. لو الإدارة مش سليمة عمر ما الدنيا هتبقى مظبوطة. لو الإدارة في اتحاد الكورة مش مظبوطة عمر ما المسابقة هتنتظم. لو الإدارة في النوادي مش مظبوطة عمر ما هتفرز لك لعيبة جيدة. نبعد الصداقات بعد إذنك كابتن. نمرة واحد نبعد الصداقات ونبعد التربطات ونبعد العلاقات ونبعد أهل الثقة نبعد دي كلها وإحنا بنختار الأجهزة الفنية. جميل. على مستوى الاتحاد والأندية على مستوى أي حتة في مجال كرة القدم. جميل. الصداقات تبعتها العلاقات تبعتها التربطات تبعتها. أيوة. اللي هي بيننا دي تبعتها. يعني الكابتن أنا بحب الكابتن فتحي فهجيب مش يعني الكابتن فتحي بيحب إسلام فهجيب إسلام مثلا إيه يمسكه معاه في الإعلام. ما هي دي أبو الكباتن. ما هي إسلام مؤهل أساسا. ما هي دي أبو الكباتن برضو مشكلة الخبرة والعلم. مش عارفين نطلع لعيبة ليه لأن برضو الكلمة اللي بيقولها الكابتن فتحي الكفاءات بتتوارى وأصحاب المصالح هم طيب. كابتن فتحي فبالتالي ما بيطلعوش نشأ جيد يعني. كابتن فتحي مدرب وطني حضرتك مدرب وطني. طبعا. كابتن بلال. ايوه عايز اعرف تفكير يعني عندنا جيلين مختلفين فعايزين نعرف التفكير بيبقى عامل ازاي من وجهه نظرك. بص خد بالك يعني في فرق والمعايير برضه في فرق خد بالك يعني ما بين مدير فني المنتخب ومدير فني الانديه. مدير فني المنتخب ده راجل بيشتغل في مرحله صغيره عنده لعيب جاهز بامكانياته باللياقة البدنيه بكل حاجه هو بس بيحط تكتيك يتناسب مع الماتشات ويتناسب مع الفرق. معلش يا بلال انا بس مهمه جدا كلامك عشان لكن لان احنا كنا هنتكلم عن معسكر النادي الاهلي فخلينا نعرف من النجم عمر ربيع ياسين في اسبانيا قاعد في اسبانيا بقى وبيعمل لقاءات وبتاع معانا لايف على الهواء مباشره عمر ربيع ياسين من اسبانيا هيقول لنا برضو اخبار المعسكر ايه والدنيا عامله ازاي والدنيا ماشيه ازاي. فين عمر يا شباب؟ معايا عمر اسبانيا في اسبانيا ما احنا خلي بالك احنا من مصر لاسبانيا الدنيا جنب بعض يعني. بص عمر تحس ان هو معانا. ازيك يا عمر وحشنا ويعني طبعا متالق دايما يعني خلال الفتره الاخيره وعندك كمان لقاء كمان او لقاءين انا اسف بعد الحلقه حسين السيد وعمر جمال انا سامع بس كده تاتشات كده لسه ما سمعتهمش سامع تاتشات كده جامده جدا. تفضل يا موسى ربنا بيوصل اسبانيا بيروح متاخر وبيضحك بس اتفضل يا كابتن ان شاء الله حضرتك يعني احنا بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نعمل حاجه تليق بقناه الاهلي وتليق بالبرامج اللي حضرتك بتكون فيها او الساده الزملاء الاعزاء وبالتالي زي ما حضرتك قلت معسكر اسبانيا يعني الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل رائع جدا وبشكل محترم جدا. النهارده وصل الدوليين مطار برشلونه
النهارده الدولينا كابتن اسلام وصلوا للمعسكر على خير، وصول رباعي الدولي، كابتن وليد سليمان، كابتن شناوي، كابتن مروان محسن، والكابتن ايمن اشرف. الامور كلها ماشيه على ما يرام. الفريق اتمرن على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. حضرتك عارف الفريق بيستعد للقاء الاخير قبل مغادره معسكر النادي الاهلي في اسبانيا، واللي ان شاء الله هيكون يوم الاثنين، علشان البعثه تغادر يوم الثلاثاء ان شاء الله متوجهه الى القاهره. كل الامور يا كابتن اسلام ماشيه على ما يرام، كل الامور ماشيه بشكل اكثر من رائع. كل اللعيبه رفع شعار واحد، وهو الدوري الموسم ده يكون اهلاوي. مباراه المقاولين والزمالك بالنسبه لهم هو شيء مهم جدا. بدا تركيز مستر مارتن لاساتي يعني يكون على التكتيك، بدا يكون على اللمسات الاخيره للشكل الاخير للنادي الاهلي في اخر مباراه ليه، وايضا على التكتيك اللي هيبدا به مباراه المقاولين والزمالك، ويستقر ايضا على العناصر اللي هيعتمد عليها خلال الفتره اللي جايه. ده بالنسبه لليوم النهارده كابتن اسلام. لكن طبعا يعني معايا حوار مهم جدا، علشان بقى احنا كلنا نعرف وحضرتك تعرف معسكر النادي الاهلي ازاي بدا وازاي تم الاتفاق عليه من عمر نايل المسؤول عن تنظيم معسكر النادي الاهلي اللي موجود معايا حاليا بيشرفنا وبينورنا. عمر برحب بيك. اهلا بيك عمر، وبمسي عليك وعلى كابتن اسلام وكل الاهلاويه اللي بيتفرجوا علينا. عمر طبعا بشكرك على المجهود المبذول منك ومن كل الشركه بصراحه ان هي تقدر تنظم معسكر يليق بالنادي الاهلي. انا عارف ان في كواليس كثيره جدا انا مش عارف، لكن انا حابب الكابتن الاسلام كمان هو يعرف وانا اعرف، وتقول لي المعسكر بدا ازاي وازاي تم التفاوض واستقرته ازاي على المعسكر اللي فعلا يليق بمكانه الاهلي وفي نفس الوقت يليق بامكانيات لاعب كره قدم. والله هو بدات المفاوضات اولا مع كابتن امير وكابتن سيد عبد الحفيظ، ان احنا كاي شركه بعتنا العرض بتاعنا، وبعد كده استقروا على العرض بتاع اسبانيا. شرفنا كابتن امير وكابتن سيد، شافهم اكتر من مكان، من ضمنهم في مدريد، في فيتوريا دي تبع بلباو، وبعد كده جينا هنا أليكانتو، شفنا ثلاث اماكن واستقروا على المكان دوت. اولا يعني هم حطوا في الحسبان كل كبيره وصغيره تخص لاعب كره القدم، من حيث الهدوء، من حيث قرب الملاعب للفندق، الامكانيات، المباريات، كل التفاصيل الصغيرة ما سابوهاش، اتكلموا معنا فيها وحددوا كل حاجة، وبناء عليه تم اختيار المكان دوت. وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى ان احنا نقدر ان احنا نقدم الخدمة اللي تليق باسم النادي الاهلي، ونتمنى يا رب ان شاء الله الدوري في الجزيرة باذن الله ان شاء الله. طيب عمر، عايز اسالك على المباريات وتدرج المستويات في الثلاث لقاءات الودية. اكيد انت طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني والتنسيق مع الجهاز الاداري، اكيد كان في رؤيه معينه للجهاز الفني معاك في تحديد مستويات الثلاث لقاءات الوديه. اكيد طبعا. بص عمر، انت ركزت على نقطه كويسه جدا. هو في فرق بين ان انت بتطلع معسكر اعداد وان انت بتلعب ماتش ودي كاحتفاليه، او كان انت في نص موسم او في توقف معين وبتلعب ماتش ودي وبترجع. احنا دلوقتي في فتره اعداد الى حد ما، عندنا توقف بسبب كاس الامم الافريقيه، فبالتالي لازم تتقابل مستويات مختلفه وتتضارب في المستويات، وده كان طلب الجهاز الفني. احنا عرضنا كذا ماتش وكذا فريق بمستويات مختلفة، وطبعا الاختيار الفني هو اللي بيحدد المباريات دوت. بدأنا بفريق إلى حد ما ضعيف، وبعد كده تدرجنا رحنا نيوبورت، وبعد كده إن شاء الله اللي جاي هيبقى أوكم مورسيا إن شاء الله، ده فريق في الدرجة الثانية هيلعب بالبي تيم بتاعهم، وإن شاء الله بإذن الله يكون منافس قوي للنادي الأهلي. اختيار الكابتن سيد والكابتن امير للمعسكر ده تحديدا بعيد عن اي شيء، معزول عن اي حاجه، ما فيش حد موجود غيرنا وغير الفندق، هذا الاختيار كان وبعيد عن كل حاجه، وسط جبال معسكر فعلا، يعني خلي لاعب كره قدم ما فيش حاجه وراه ولا قدامه غير حاجه واحده، التدريب والنوم فقط لا غير. تركيز يعني اكتر عنصر هم اتكلموا فيه، ان هو لازم يكون في تركيز على الفنيات، على ان انا اللاعب يبقى قدامي 24 ساعه. المكان هنا هادي جدا، وزي ما انتم شايفين البعد من الفندق للملعب. الكابتن اسلام بيقول لك اللعيبه هتكرهك جدا كده على فكره. ما هم كرهوني يا كابتن. هم بالفعل كرهوني، بس يعني طبعا انتم مراعين، او الجهاز الفني مراعي جدا حته مش الترفيه، ولكن ان انا ادي مساحه للاعب ان هو يبعد عن جو المعسكر والضغط النفسي والفني اللي هو بيتعرض له في ال 10 او ال 12 يوم، لان هو الموضوع طبعا مكثف جدا، وده مطلوب. الله يكون في عونكم وفي عون الجهاز الفني، مسؤوليه كبيره جدا. او يعني هقول لك ايه، راعوا الحته دي قوي. اقرب بلد او اقرب مكان للترفيه على بعد قد ايه من هنا؟ انت مركز على الحته دي. عشان
لازم الناس تعرف فعلا يعني ايه كلمه معسكر. المعسكر ده حاجه مهمه جدا للاعب كره القدم، مش شيء للترفيه تماما. اكيد يا عمر، اكيد طبعا. كيلو مثلا 80 كيلو بنتكلم، هنتكلم في 60 كيلو تقريبا، ده اقرب مكان اللي انت لو عايز تعمل شوبينج او عايز ان انت يبقى فيه ترفيه. اولا احنا في جولف ريزورت، يعني هو الريزورت كله او المنتجع كله خاص بالجولف وكره القدم، يعني علشان تطلع على الشارع اللي بيؤدي لاقرب منطقه ان انت ممكن تروحها تقريبا 3-4 كيلو اللي انت شايف من هنا. فطبعا ده اولا من المعسكر، مش يعني نزل قبل النادي الاهلي اقرب حاجه احنا ممكن تكون بالنسبه لنا احنا معروفه. كابتن اسلام بيسالك سؤال تاني بقى، سؤال ذكي، بيقول لك اقرب شط بحر فينه او المسافه بتبعد عنه بقد ايه؟ في مدينه أليكانتا كابتن اسلام اللي هي فيها المطار، يعني حوالي 45 او 50 دقيقه من هنا. ده الشوت 45 دقيقة تقريبا، يعني ما حدش يعرف يهوب هناك ولا حد يعرف يعني يعدي من جنب هناك خالص غير لما يكون كل عارف. مش عايز اقول لك يا كابتن اسلام ان كابتن سيد كان عايز حتى مخرج الطوارئ اللي في المبنى اللي فيه لعيبه يتقفل، بس ده طبعا حاجه ممنوعه وده مخرج طوارئ. واقول لك حاجه، اولا الالتزام من كل واحد، من اول واحد فيكم، انا بتكلم على بعثه لان احنا ناس بنعظم معسكرات وكان قبلكم معسكر السنغال هنا، فاحنا عارفين ان الدنيا او الالتزام او الملتزم وعدم الملتزم، فبالتالي الالتزام من كل افراد البعثه الحمد لله، من لاعبين من مدربين من اداريين ومن اعلاميين. وعايز انهي كلامي بان انا اقول يعني شرف لينا كشركه ان احنا، انا اسالك لو راضي عن المعسكر ومبسوط من وجود النادي الاهلي. هقول لك حاجه، يعني انا اهلاوي من صميم، فبالتالي ان انا انظم حاجه للنادي الاهلي تبقى حاجه في السيره الذاتيه بتاعتي كشركه وكمنظم كبيره جدا جدا، ونتمنى ان احنا نكون ولو سبب بسيط قوي ان احنا نكون ان الدوري يبقى في الجزيره باذن الله رب العالمين. عمر نايم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. شكرا ليك عمر، خليك معايا. عايز اقول لك عن او اسالك عن الاسلام، ده كان حوارنا مع عمر نايل منظم عن الشناوي وعن وليد سليمان وعن سمعت وكل الساده المشاهدين سمعوا معسكر بمعنى الكلمه. كابتن اسلام ما فيش حاجه خالص تتعمل، كل الناس هنا تركيز نوم وتمرين واكل، التغذيه شيء مهم جدا، وزي ما قلت حضرتك وصول الرباعي الدولي. اتفضل يا كابتن. لو يعني عايز اسالك عن هل اتكلمت مع اي حد فيهم؟ طبعا هم شكلهم واضح جدا قد ايه الحزن ماليهم ومالي. اتفضل يا كابتن محرك. اتفضل يا كابتن. ومالي عينيهم، وعبل ما توصلك بقى عمر، ومالي عينيهم والكلام ده كله، لكن هل اتكلمت مع حد فيهم؟ هل سالته عن انطباعاته ايه اللي حصل ولا لسه؟ بص كابتن اسلام، حضرتك يعني كنت لاعب كره نجم وعارف ان المواقف اللي زي دي صعب. لازم الواحد يكون ذكي جدا في التعامل معاها. احنا كبعثه اعلاميه ما ينفعش ناخده كده على ايه، يعني ناخده على مشامه زي ما بيقولوا ونبدا حواراته وكلام معاهم. هم اللي وصلوا بالسلامه، كان حصلت بس مشكله بسيطه للشناوي في مطار برشلونه ان شنطته ضاعت فجبناها، او المنظمين جابوا شنطه الشناوي. فتخيل بقى حضرتك هو كمان جاي من سفر طويل وشنطه ضاعت، وبالتالي بقى يعني هم جايين من تعب، فسلمنا عليهم واكتفينا ان احنا نسلم عليهم. زي ما حضرتك قلت هم لسه يعني فعلا الحزن مالي عينيهم جدا، وهم لسه متاثرين بخروج المنتخب. لكن يا كابتن اسلام بصراحه يعني تحسب لاداره النادي الاهلي الفنيه والاداريه ان هم قرروا في وقت قليل جدا ان هم يكملوا اجراءات التاشيرات الخاصه باللعيبه، حتى لو هيجي وقت قليل، علشان خاطر لو حد بيسال هم جايين 3 ايام بس، يعني هل الموضوع مستاهل ان هم يكونوا موجودين 3 ايام فقط لا غير؟ اقول لحضرتك اه طبعا مستاهل. مستاهل ان هم يكونوا موجود وسط الفريق، نفسيا يكونوا احسن عشان يخرجوا من الجو السلبي اللي موجودين فيه مع منتخب مصر، يخشوا الى جو ايجابي وجو منافسه على بطوله دوري. شناوي، وليد سليمان، ايمن اشرف، مروان محسن، كلهم اربعه مؤثرين جدا، وبالتالي كمان تبقى فرصه لمستر مارتن لاسارتي ان هو يطمن عليهم في اخر لقاء ودي قبل انطلاق البعثه يوم الثلاثاء القادم. لكن اوعدك كابتن اسلام بكره ان شاء الله هيكون معانا، او هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد نجوم المنتخب علشان ناخد رايهم ونسمع منهم، وكمان عايزين يعني نفسيا ان هم يكونوا افضل بكتير علشان خاطر وجودهم مع النادي الاهلي كقوه ايجابيه وقوه مؤثره مع النادي الاهلي خلال اللقاءين اللي جايين ان شاء الله لا غنى عنه ولا شك عنه، وان شاء الله نتمنى ليهم التوفيق. لو عند حضرتك اي سؤال قبل ما اختم مع حضرتك. لا انا بشكرك جدا يا عمر، ودايما متالق ودايما الحقيقه عامل شغل رائع انت وكل زمايلك اللي موجودين معاك،
ودايما الحقيقه يعني عاملين لنا طول النهار تغطيه رائعه جدا جدا لما يحدث في معسكر النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا عمر، ومنتظرين ان شاء الله بعد الحلقه مجموعه من الاسئله المهمه جدا لحسين السيد والعمر جمال ان شاء الله. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا جزيلا زميلنا عمر ربيع ياسين. كابتن بلال، كنت بتتكلم عن، هنرجع تاني للنادي الاهلي، ولكن كنت بتتكلم عن معايير اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني، ويعني انا اسف ان انا باخدكم من حته لحته، ولكن اللايف او يعني المباشر بيحكم علينا ان احنا لازم نخرج على طول. اتفضل يا بلال. بص، عشان بس يعني ادخل في الموضوع على طول، انت النهارده يعني زي ما قلت لك اسلام، مدير فني المنتخب مختلف عن مدير فني النادي. مدير فني النادي بيعيش مع الفرقه في التدريبات، في الاكل، في الشرب، في كل حاجه، مسؤول عن كل شيء بالنسبه للعيب. انت مدير فني المنتخب بتبقى فترات مؤقته صغيره، عايز لعيب جاهز، عايز لعيب عنده امكانيات كبيره، تمام، عايز لعيب عنده لياقه بدنيه عاليه، هو فقط بيحط له طريقه اللعب اللي هيلعب بيها الماتشات اللي في التوقيت اللي هو بياخده فيه، سواء كان ماتشات وديه، ماتشات رسميه، بطوله افريقيا، او حتى في بطوله كاس العالم. المدير الفني للمنتخب محتاج يكون عنده شخصيه قويه. بالظبط. شخصيه كبيره، حد خاض بطولات قبل كده وعنده تجارب مهمه وكبيره. عايز اقول بس حاجه مهمه جدا، يعني المدربين المصريين انت محتاج واحد يتحمل الضغط الاعلامي، يتحمل الخساره لا قدر الله، تمام، يبقى عنده شخصيه هو متحكم بنفسه وبذاته، تمام. يعني انا هفتكر، برافو عليك، انا عارف انت يعني بتتكلم على ايه. فاهمني اكيد يعني. طبعا في سنه من السنوات، من حوالي كام سنه، كان في مدير فني للمنتخب، تمام، وغير تغييرات بناء على راي الاعلام والضغط الاعلامي الشديد. النهارده في مباراه جنوب افريقيا اتغير التشكيل 3 مرات بسبب تدخلات من ناس معينه. انا بقول لك كمان، يعني مرت التجربه دي بمدير فني مصري تخطى تجربه قبل كده، وغير التشكيل، غير في التشكيل كتير جدا بناء على الاعلام. هو كمان طلع في المؤتمر الصحفي وقال انا غيرت بناء على اللي انتوا عايزينه. الله يعني الله. انا عارف ده في مؤتمر صحفي، مش انا بتكلم في حاجه حصل واقعيه، مش يعني مش بظن سوء في حد. فانت محتاج عشان يبقى واحد مصري يبقى عنده شخصيه قويه، يتحمل ضغط الاعلام، يتحمل ضغط المباريات، يتحمل الهزيمه، يبقى عنده قراره من نفسه. هل ده موجود في الدوري المصري ولا لا؟ انا وجهه نظري الشخصيه في الوقت الحالي لا يوجد. من وجهه نظري الشخصيه لا يوجد. فاذا انت بتدور على واحد، لو عندك موجود خلاص اوكي مفيش مشكله، خد مدير فني مصري، خد واحد يقدر يتحمل المسؤوليه، خد واحد يقدر ياخد القرار، خد واحد يبقى هو اختياراته من نفسه، تمام، مش بتفرض عليه، سواء اذا كان من الاعلام او من المسؤولين، لان احنا عارفين طبعا، او من الوكلاء، او من الوكلاء، لان بطبيعه الحال في مصر كلنا فاهمين الكلام ده، عشان احنا على الهوا، بس لازم نقول الكلام ده، لان احنا عانينا منه كتير جدا، عانينا من حته التدخلات بشكل كبير جدا. كل واحد يعرف وكيل بيختار له كام لعيب، الساده المسؤولين في اتحاد الكوره بيضغطوا في بعض الاوقات، الساده الاعلاميين بيضغطوا في بعض الاوقات، فبالتالي المدير الفني المصري ممكن ما يتحملش الضغط ده. انا بتكلم على الشخصيه، مش بتكلم على الفنيات. في فنيات في المديرين الفنيين المصريين، في عندنا فنيات جيده جدا، تمام، يقدروا فنيا يقودوا منتخب مصر، لكن هل الضغط والشخصيه والقوه تتحمل؟ اعتقد في هذا التوقيت هيبقى صعب جدا جدا بعد الخروجات المؤسفه دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، مع المدير الفني الاجنبي. رقم اتنين، مع المدير الفني الاجنبي. مع المدير الفني الاجنبي. رقم اتنين، انت زي ما قالوا الكباتن، لما كان كابتن حسن شحاته موجود وكابتن فتحي قال من شويه، كان عندك قوام اسمه قوام النادي الاهلي، صاحب البطولات الافريقيه اللي بينافس في كل بطوله، اللي ما كانش بياخد البطوله بيصعد للدور النهائي، عنده امكانيات، كان عندك دوري قوي فعلا، بيفرز لعيبه عندها امكانيات كبيره، بدليل 80% كانوا محليين. محليين 5%. وعايز اقول لك، واللي خرج من المنتخب كانوا على نفس مستوى الكفاءه اللعيبه اللي كانت موجوده في المنتخب في الاختيارات، ال 23 لعيب. انت النهارده عندك مشكله كبيره جدا في الاختيارات، فعندك ازمه كبيره. انا رايي يعني مفيش مدير فني منتخب في الوقت الحالي. انت تشوف الاول نظام المسابقه وما ستبرزه، والله بتكلم جد، وما ستبرزه بطوله الدوري العام. والله كلام بالك كابتن اسلام، مظبوط، انت مش هتلحق، هتلحق قبل شهر 10 تبرز حد. عندك لحد شهر 9، بعد كده تختار واحد، ويبقى عندك مساعد مصري محترم محترف، هو يبقى مكمل للمدير الفني الاجنبي. دي وجهه نظري الشخصيه، يعني انا ومصمم عليها بشكل كبير جدا. هو في نقطة كابتن اسلام، تكملة الكلام كابتن، مدرب المنتخب ومدرب النادي، في نقطة تانية مهمة، ان مدرب النادي عنده 25 لعيب
بس هم دول بيتحكم فيهم، او عنده الخمسه كمان من الناشئين ولا من الشباب، قول 30 لاعب، فقاعده اللاعبين محدوده، فدي بتجبر المدرب ان طريقه لعبه بناء على امكانيات هؤلاء اللاعبين. اما مدرب المنتخب ممكن يكون عنده له فكر عالي فيقدر يختار اللعيبه من قاعده كبيره، لانه هيختار من 18 نادي دوري ممتاز زائد اللعيبه اللي في الدرجه الثانيه، اذا عنده قاعده كبيره تختار لتطبيق الافكار اللي هي تكون عنده في دماغه، فدي بتسهل لمدرب المنتخب عن مدرب النادي. مدرب النادي بيبقى مزنوق شويه، مزنوق شويه، لكن مدرب المنتخب مفتوحه قدامه، يعمل اللي عايز يعمله، يختار اللي عايز يختاره، فدي برضو يعني هتساعد يعني بين الاثنين. هي لضيق الوقت، لضيق الوقت برضو انا يعني طبعا كلام محترم كابتن احمد بلال انه مدرب اجنبي وكل حاجه ولازم يبقى شخصيه وكل حاجه، انما لضيق الوقت المتبقي عشان نبتدي التصفيات سواء افريقيا او كاس العالم لازم يبقى مدرب عارف اللعيبه اللي موجودين في مصر عشان يلحق يختارهم، ممكن يكون مدير فني اجنبي، الاعداد المناسب ليه، لو جبت في مصر او اشتغل في مصر، او واحد اشتغل في مصر قبل كده يملك الشخصيه القياديه اللي يقدر يقود منتخب. اختار لعيبه فين، اللعيبه اللي في الدوري، لا يعني ما انا عشان كده بقول مدرب مصري يبقى عايش. عموما خلينا بقى نشوف، نخرج من هذا الموضوع، عندنا مباراتين بكره الحقيقه في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بطولة هامة جدا جدا جدا، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن معيار أو معايير اختيار المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ونرجع نتكلم بقى عن بقية هذه الحلقة وهنشوف معنا إيه. حزن كبير سيطر على الجماهير المصرية بسبب نتائج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم بروسيا 2018 التي نال خلالها الفراعنة 3 هزائم احتلوا بها المركز 31 بالبطولة من أصل 32 منتخب، أو في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر التي ودعها المنتخب من دور 16 بعد الهزيمة المخيبة للآمال أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف. مع كل إخفاق يتم إقالة المدير الفني للفراعنة، سواء الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي قاد المنتخب في المونديال، أو المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للفراعنة الأخير الذي تمت إقالته فور وداع كان 2019 دون تحقيق في أسباب الخسارة والعمل على إصلاح الأخطاء المتكررة التي نقع فيها. يبحث اتحاد الكرة حاليا عن مدير فني جديد لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة التي ستشهد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، ثم تصفيات مونديال 2022. وقبل اختيار المدير الفني الجديد هناك عدة مطالب أساسية للجماهير المصرية لن تتنازل عنها في المدرب الجديد لإصلاح حال الكرة المصرية وعودتها لمنصات التتويج. ترى الجماهير المصرية أن لاعب المنتخب افتقد الروح، هو ما ظهر في مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، وتتمنى أن تعود هذه الروح للاعبين مع المدير الفني القادم. ترغب الجماهير المصرية في أن يعتمد المدرب الجديد أيا كانت جنسيته، سواء أكان مصريا أو أجنبي، على لاعب الدوري المصري المحليين، لأنهم الأكثر جدية مع المنتخب بعكس الحال مع اللاعبين المحترفين الذين يخشون الإصابة في المنتخب. كما تتمنى الجماهير عودة الانضباط والالتزام لمعسكرات المنتخب الوطني بعدما تبين أن معسكرات المنتخب الأخيرة من دون ضابط ولا رابط، حيث يسر اللاعبون على السوشيال ميديا حتى الفجر، بل تعدى بعضهم الحدود المسموح بها مثل ما فعل عمرو وردة. تحلم الجماهير المصرية مع المدرب الجديد بالعودة لمنصات التتويج الإفريقية من بوابة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، حيث تداعب الجماهير المصرية دائما الأميرة الإفريقية، لا سيما وأن مصر هي صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 7 مرات من قبل،
هناك الحلم الأكبر للجماهير المصرية بالتأهل لكأس العالم 2022 ليصبح التأهل للبطولة الأكبر عالميا أمرا عاديا وطبيعيا وليس استثنائيا، حيث غابت شمس الكرة المصرية عن المونديال لمدة 28 عام قبل أن تعود لمونديال روسيا. لذا تحلم الجماهير بأن يقودها المدرب القادم للمونديال الجديد. غدا إن شاء الله الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019، أربع فرق طبعا وصلوا للدور قبل النهائي. سنغال ستواجه، والمنتخب السنغالي سيواجه المنتخب التونسي في استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السادسة، ثم في تمام الساعة التاسعة الجزائر، المنتخب الجزائري سيواجه المنتخب نيجيريا على استاد القاهرة. كابتن فتحي، منتخب السنغال والمنتخب التونسي مباراة صعبة، مباراة هامة جدا ل كل دول شمال افريقيا والقاره الافريقيه العرب دول العربية بالظبط كده، وبالتالي مباراه مهمه، مباراه صعبه. المنتخب التونسي يعني في اربع او في خمس مباريات لم يؤدي بالشكل اللي الناس مستنيينه منها، نفس الكلام بالنسبه للمنتخب السنغالي. من وجهه نظرك من القادر فيهم على الفوز في هذه المباراه والوصول الى الدور النهائي في هذه البطوله؟ الحقيقه بالنسبه لتونس، تونس لعبت اربع مباريات، الأولى ثلاثة في المجموعة ثم المباراة اللي هي في غانا وبعد كده مدغشقر خمسة، ما كسبتش ولا مباراة كل المباريات تعادل باستثناء آخر مباراة اللي فازت على مدغشقر 3-0. المباريات السابقة كلها ما كسبتش، وفي نفس الوقت عندها كسبت مدغشقر بس كسبتها بضربات ترجيح. لا، مدغشقر كسبتها 3-0 3-0 ده، ما ده المباراة الأخيرة اللي هي في الدور ربع النهائي، آخر في مباراة في الدور الثمانية. لكن الأربعة الأولية غانا ما كسبتش ولا مباراة، هي مع غانا كسبت بضربات ترجيح، جميع المباريات متعادلة فيها 1-1-1-1-1-1، ده يعني إنها عندها خط الظهر منظم، أوكي، إنها ما بتخسرش يعني، وأقصى حاجة يخش فيها جول يعني جول 1-1-1-1-0-0 يعني. إذا هي عندها عجز في او نقص في الناحيه الهجوميه، بدليل انها لما وصلتش هنا الا لما عند مدغشقر قدرت انها تسجل 3 اهداف. بعكس السنغال عندها قوه هجوميه تكسب جميع الماتشات، خسرت ماتش واحد السنغال وخسرته من الجزائر. اذا القوه الهجوميه في السنغال اعلى من القوه الهجوميه في تونس، لكن تونس عندها خط ظهر مع خط نص منظم جدا، ومن الصعب انك تسجل فيه اهداف يعني، مش بسهوله تجيب فيهم هدف. لكن سهل بقى المشكله انهم هيلعبوا السنغال، والسنغال عندها قوه هجوميه عاليه جدا والدفاع عندهم متزن، فدي القوه كده. احنا بنتمنى طبعا ان شاء الله ان تونس تاخد الدفعه الاخيره بتاعت مدغشقر وسجلت 3 اهداف انها تقدر تتفوق على السنغال، رغم السنغال فيها فرقة بطولة، وبعدين هو المصنف نمرة واحد على مستوى كل افريقيا ال 54 دولة، يعني المصنف الأول في الاتحاد الدولي في السنغال، فدي برضو ما ننساش إن فيها كده. زائد سيد ماني برضو من اللعيبة المتميزين اللي عايز يثبت وجوده، وشاف إن مثلا صلاح طلع بره ففرصة، بينظر لبعيد تاني لناحية تانية، وفرصته من السنغال توصل للنهائي بهذه المباراة. طيب مين يكسب يا كابتن، السنغال ولا تونس؟ بالشكل ده اتمنى، في التمني وفي الحقيقه، التمني تونس. اتمنى ان شاء الله باذن الله تونس، لكن الامر الواقع السنغال فرصتها هتكون اعلى شويه لان هجومها اعلى من تونس. تمام، مين يكسب، السنغال ولا تونس يا كابتن؟ انا شايف ان السنغال بيضم مجموعه من اللعيبه كلهم محترفين في اوروبا، مستواهم مش زي ما احنا متوقعين ان هو، انما من ماتش لماتش المستوى بيعلى جدا. تونس ما حققتش فوز في دوري المجموعات ولا مره، كلها تعادلات، ما كسبش ولا ماتش. انا شايف ان ظروف السنغال في الماتش دوت هتبقى هي الاحسن، مع اننا نتمنى طبعا
ان تونس هي اللي تكسب، انما السنغال يملك خط هجوم قوي جدا، معاهم الهداف بتاع دوري اوروبا ومعاهم الهداف بتاع، ما زال ساديو ماني مسجل 3 اهداف من ضمن الناس اللي مسجلين هدافين البطوله لغايه دلوقتي، فانا شايف ان هم فرصتهم اكتر السنغال يعني. طيب فرجاني ساسي بيفرق مع منتخب تونس؟ اكيد للدرجه دي؟ اه طبعا بيفرق بشكل كبير جدا جدا، مش بس عشان الهدف اللي سجله في المباراه اللي فاتت، ولكن عامل حاله تنظيميه جيده اسلام في مع منتخب تونس. يمكن هنا في نادي الزمالك بيبقى له ادوار هجوميه اكتر بكتير من الادوار اللي بيقوم بيها مع منتخب تونس، ولكن هو لعيب عنده امكانيات وعنده قدرات وعنده رؤيه داخل الملعب، ودي بتساعد بشكل كبير جدا المنتخب التونسي كمان، حتى في المسانده الهجوميه. يعني منتخب تونس اتفرجنا عليه المباراه اللي قبليها على طول، اللي هي المباراه اللي تعادل فيها 0-0، ملوش شكل هجومي، تحس ان في خلل عندك في الحد في منطقه نص ملعب. لما فرجاني الساسي لعب المباراه اللي فاتت ولعب برضه مباراه غانا، تحس ان يعني الخلل اللي كان موجود في نص ملعب، حته الربط ما بين الحته الهجوميه والحته الدفاعيه اصبحت مش موجوده عند المنتخب التونسي، وحل اللغز اللي موجود في الملعب ده. تحركاته جيده جدا، مساندته جيده جدا لعيب الاطراف ولعيبه نص ملعب، بيقدر يحضر الهجمه بشكل كويس جدا، عنده ثقه، عنده امكانيات كبيره جدا، بيقدر يلعب على المرمى، بيقدر يعمل الثرو باسز، يعني لعيب يكاد يكون لعيب متكامل داخل الملعب، امكانيات كبيره، فرق بشكل كبير مع المنتخب التونسي، وجوده حل ازمات كتيره جدا للمنتخب التونسي اللي كان بيعاني منها بشكل كبير جدا في المباراه السابقه. منتخب تونس منتخب جاي، عنده امكانيات كويسه، منتخب تونس بيرتقي مع المباريات، في فرق بتيجي مع الماتشات، يعني هو في دور المجموعات زي ما الكابتن اتكلموا كلها تعادلات، امكانيات قليله، مع غانا المستوى بقى اعلى بكتير جدا، وكانوا هم الافضل في مباراه تونس وغانا، كان المنتخب التونسي هو الافضل والاكثر، خصوصا الشوط الثاني، وخصوصا الشوط الثاني طبعا الاكثر استحواذا، ليهم ركله جزاء حقيقيه 100% لم يحتسبها الحكم، كان يقدر يكسب المباراه 2-1، ولولا يعني في المباراه اللي فاتت، ولولا يعني في ماتش غانا لولا الهدف العكسي كان النتيجه طلعت بنتيجه 1-0، وكان المنتخب التونسي تاهل دون اللجوء لركلات الترجيح. المباراه اللي فاتت بعد الثقه اللي خدوها امام المنتخب الغاني بالقدرات اللي موجوده عند اللعيبه والامكانيات، قدروا ان هم يسجلوا 3 اهداف، وكانوا اكثر ان هم كان ممكن يسجلوا اكثر من 3 اهداف في المباراه اللي فاتت، امكانياتهم ظهرت بشكل كبير. انا شايف ان المباراه اللي جايه مش زي ما الناس متخيله هتبقى وان سايد جيم للسنغال، لا، تونس هتبقى موجوده في المباراه بشكل كبير، ممكن هتعاني طبعا اكيد بشكل كبير، لان المنتخب السنغالي يمتلك قوه هجوميه كبيره زي ما قالوا الكباتن، ولكن المنتخب التونسي يجيد اللعب في المساحات، يجيد اللعب في الهجمات المرتده، يجيد التنظيم الدفاعي. هنا في البطوله دي اللي بيدافع كويس الفرق المنظمه هي اللي بتستطيع في النهايه ان يكون لها الغلبه، زي ما شفنا مدغشقر قبل كده في المباراه اللي قبل كده في دور المجموعات كان بيدافع بشكل كويس جدا، ومعظم الفرق اللي صعدت او اللي كسبت الماتشات كانت في البدايه بتدافع بشكل كويس جدا. المنتخب التونسي اصبح بيدافع بشكل جيد جدا واصبح له انياب هجوميه. المباراه اللي جايه مش هتبقى مباراه سهله بالنسبه للسنغال، تمام، يعني انا اتمنى تونس واعتقد ممكن تونس تصعد، يعني اتوقع ان فتحي السنغال، كابتن ابراهيم السنغال، بلال لا أتوقع. مسجلين السنغال زي ما قلنا قبل كده مسجلين 5 اهداف ما دخلش فيهم الا جون واحد، تونس مسجله جونين جه فيها جونين، فانا شايف ان الغلبه عموما كلنا نتمنى طبعا ان المنتخب التونسي يصعد ويبقى لقاء نهائي عربي ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. دي اجابه السؤال اللي جاي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نتكلم عن مباراه الجزائر ونيجيريا. هذه المباراه صعبه جدا للمنتخبين بعد تقرير عن مباراه منتخب تونس ضد منتخب السنغال. لن تكون مواجهة المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي على استاد الدفاع الجوي في 6 مساء غد الأحد بنصف نهائي كان 2019 مفروشة بالورود في ضوء رغبة كل فريق في التأهل للمباراة النهائية. تسعى تونس لعبور عقبة السنغال من أجل الوصول إلى المباراة النهائية لتحقيق حلم النجمة الثانية في الكان، وذلك بعد 15 سنة من آخر لقب حققه نسور قرطاج بالفوز ببطولة 2004 في تونس.
يسعى الفرنسي ألان جيريس المدير الفني لتونس لتتويج باللقاء في ظل مشاركته الخامسة كمدير فني في كأس الأمم الإفريقية، حيث لم يسبق له الفوز باللقب، فيما يرغب منتخب السنغال في استمرار أدائه القوي في الكان أمام تونس في نصف نهائي للعبور إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعد نهائي عام 2002 الذي خسره أمام الكاميرون بضربات ترجيح. يحلم أليو سيسي المدير الفني لأسود تيرانجا بقيادة نجمه ساديو ماني بعبور عقبة تونس لتتويجه باللقب الإفريقي الأول في تاريخ السنغال. تتفوق السنغال على تونس في تاريخ مواجهتهما، حيث التقيا من قبل في 11 مباراة، فازت السنغال في 4 مباريات وتفوقت تونس في 3 مباريات، وحضر تعادل بينهما في 4 مواجهات. لعبت تونس مع السنغال في بطولات كأس الأمم الإفريقية 5 مرات، كانت المباراة الأولى بينهما في بطولة 65 بتونس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، بينما كانت المواجهة الثانية في بطولة 2002 بمالي وانتهت أيضا بالتعادل من دون أهداف، في حين فازت تونس على السنغال بهدف نظيف في بطولة 2004 التي توجت بها على أراضيها، وكان تعادل بهدفين لكل منهما هو نتيجة المباراة الرابعة بينهما في بطولة 2008 بغانا، وفازت السنغال بهدفين نظيفين في البطولة الماضية. استاد القاهرة سيستضيف مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا، مباراة صعبة، مباراة مهمة للمنتخب الجزائري والمنتخب النيجيري. من وجهة نظرك كابتن، من سيستطيع أن يفوز في هذه المباراة بعد التألق الواضح للجزائر، المنتخب الجزائري من أول البطولة وحتى الآن؟ هو المرشح الأول والثاني والثالث الجزائر، يعني مرشح لهذه البطولة بنتائجه وإمكانيات فرقته وبتوازن فرقته ومع مدربه، تشعر هذه فرق بطولة، فرقة لعبت جميع ماتشات ما خسرتش المباراة، سجل 10 أهداف دخلت فيه هدف واحد، ما شفناش إن هو اتهز. أما بالنسبة لنيجيريا بنساس إنها خسرت من مدغشقر 2-0 يعني لما خسرت من مدغشقر فداخل فيها 7 اهداف، 3 اهداف ولا 7 مظبوط، يعني نيجيريا. لكن انا بقول المرشح الاول والاخير لهذه البطوله هو الجزائر، وهو اللي هيتفوق وهيبقى في استاد القاهره يستقبل بقى السنغال او تونس ان شاء الله في البطوله الجايه. تمام كابتن ابراهيم، مباراه صعبه، المنتخب الجزائري الافضل، المنتخب الجزائري عنده مدير فني حتى بيعرف يقول تصريحات، يعني حتى تصريحاته بيسالوه مين اللي كسب الجزائر، مين اللي هيكسب الجزائر والنيجيريا، قال لهم الافضل اللي هيكسب، وهو بالنسبه له هم الافضل. لا، ولما تيجي تشوف الفرق الاربعه اللي وصلوا في النهائي كلهم عندهم فوائد فنيه طبعا، انما كلهم بيشتركوا في عامل واحد، كلهم بيلعبوا بصوره جماعيه، ما عندهمش النجم الاوحد. التاريخ بيقول ان نيجيريا هي المتفوقه لانها كسبت 3 بطولات قبل كده، 80 و94 و2003. الجزائر ما كسبتش الا مره واحده. انما لما نيجي نبص بقى للمقارنات اللي موجوده في دلوقتي، الاقوى هجوما الجزائر، جايبين 10 اهداف ما دخلش فيهم غير هدف، الهدف واحد. الهدافين البطوله واحد من الجزائر ادم والناس جايب 3، نيجيريا اوديون ايجالو جايب 3، في الحته دي هم متساويين. صناع الاهداف اسماعيل ابن ناصر من الجزائر، اسلام سليماني من الجزائر من صناع الاهداف، فانا شايف ان كمان الجزائر مستواها بيرتفع. عندهم الحقيقه جمال بالماضي عامل مجموعه ما تفرقش بين الاساسي والاحتياطي، ومستواهم بيرتفع من مباراه لمباراه، من بدايه الدوره وهم مستواهم عالي، باستثناء يمكن الهزه اللي حصلت لهم في التعادل الاخراني وكسبوا بضربات الجزاء، انما يملكوا روح قتاليه عاليه جدا سواء اللي بره سواء اللي جوه. فانا شايف ان الجزائر هي اللي تملك ان شاء الله الافضليه وان شاء الله باذن الله توصل للنهائي، وان شاء الله هي اللي تكسب البطوله انهم يستحقوا.
بلال المنتخب النيجيري برضو منتخب لا يستهان به، عنده قوة هجومية غير طبيعية، سواء أحمد موسى أو إيجالو أو بقية اللاعبين اللي موجودين. تفتكر هل يستطيع الدفاع الجزائري أن يوقف الهجوم النيجيري ويتألق بقى رياض محرز ويتألق بغداد بنجاح وبقية اللاعبين في المنتخب الجزائري؟ بص، أفضل عناصر هجومية من وجهة نظر الشخصية في البطولة كلها هما الفرقتين دول. طبعا فرقة الجزائر عندها قوة هجومية ضاربة بشكل كبير جدا، عندهم كمان تغييرات يا اسلام، عندهم تغييرات مؤثره بشكل ايجابي جدا. تمام، ان لم تحرز اهداف بتستطيع صناعه الاهداف، بتستطيع ان هي تنقل الفريق من مستوى او من ليفل داخل المباراه لليفل تاني مختلف تماما، بيعملوا فارق جوه الجيم نفسه. مدير فني محترم جدا، عارف امتى بيغير، امتى بيدخل اللعيبه، امتى بيحط التشكيل الجيد، امتى بينزل ده، امتى بيخرج ده، وده الشغل المتميز الحقيقه اللي بيقوم بيه المدير الفني للمنتخب الجزائري. فريق متميز جدا، دفاعيا قوي جدا، منظمين جدا في الحته الدفاعيه. منتخب النيجيري عنده قوه ضريبه جدا في الحته الهجوميه، عنده سرعات عاليه جدا، تمام، بيقدروا يستغلوها بشكل جيد. ولكن مباراته مع جنوب افريقيا الحقيقه ما كانش متميز بشكل كبير. يمكن المنتخب النيجيري امام المنتخب الجنوب افريقي ما عجبنيش قوي يا كابتن، الاداء بتاعه ما كانش على المستوى اللي بيرقى ان هو فريق ممكن ياخد البطوله. كان في بعض من الاوقات جنوب افريقيا كان ممكن يسجل هدف وكان ممكن يحافظ على النتيجه في بعض من الاوقات، في اوقات كتير من المباراه جنوب افريقيا كان الاقرب ان هو يكسب المباراه ويخلص الجيم. ولكن نظرا للفوارق اللي موجوده برده ما بين اللعيبه في الحته الفنيه، مش في الحته الجماعيه ومش في الحته التكتيكيه، الحته الفنيه، الفوارق اللي موجوده ما بين لعيبه المنتخب النيجيري وما بين لعيبه منتخب جنوب افريقيا هي دي اللي عملت الفارق، وهي اللي دي صنعت المكسب بتاع فرقة نيجيريا. المنتخب الجزائري أنا بشوف أن العناصر اللي تقدر تصنع الأهداف أكتر بكتير جدا من المنتخب النيجيري، وهي ده الشغل اللي بيعتمد عليه المدير الفني، أن إزاي يصنع هدف. المنتخب النيجيري بيعتمد على السرعة والمهارة اللي موجودة في الثلاثي الأمامي، أيوبي، أحمد موسى، جالو، هم دول الثلاثة اللي بيصنعوا وبيسجلوا. المنتخب الجزائري لا، عنده لعيبه اللي بتقدر تصنع الاهداف، عنده 3 4 لعيبه في نص الملعب بالظبط، عنده 3 4 يا كابتن اسماعيل بن ناصر وسليمان سليماني كلهم بيصنعوا. ممكن تقول ان الفراوده الاثنين اللي موجودين قدام، طبعا بنجاح المباراه اللي فاتت هايل جدا، تحركاته رائعه جدا، هو بس شويه التركيز اضاع اكتر من هدف المباراه اللي فاتت. اسلام سليماني برضو اضاع هدف كان محقق ان هو الكره لعبها الرأسيه اللي اتلعبت، ولكن اللي بيصنعوا لهم الاهداف كتيره يا كابتن، بيقدروا يخلقوا فرص كتيرة جدا ممكن يتسجل منها هدف. فانا بشوف فريق بطولة فريق مكتمل بكل العناصر، حتى التغييرات اللي بيعملوها بتحدث الفارق للمنتخب الجزائري. المباراة اللي فاتت بعد ما عمل تغييرتين كان ممكن يسجل هدفين حتى كمان بعد ما تعادل. فالنهارده فرقة الجزائر انا شايف ان هي الاقرب بشكل كبير ان هي تاخد البطولة، مش بس تكسب فريق نيجيريا. عموما كل التوفيق للمنتخب الجزائري والمنتخب التونسي، نتمنى ان نراه نهائي عربي ان شاء الله في كأس الأمم الأفريقية نسخة 32 التي تقام في القاهرة، واحدة من البطولات التي لن تنسى على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الفني. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي، شكرا جزيلا يا كابتن إبراهيم، شكرا جزيلا يا كابتن بلال. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش النهاردة إن شاء الله أو بعد الحلقة ستتم إذاعة حلقة من أو كابتن عمر ربيع ياسين من كواليس ما يحدث في معسكر النادي الأهلي. عمر ربيع ياسين هيكون معاه حسين السيد، كابتن حسين السيد نجم النادي الأهلي واللي كان معار لفترات في الدوري السعودي، وأيضا هيكون معاه أحد نجوم النادي الأهلي عمرو جمال في حديث مطول الحقيقة مع الاثنين، مع زميلنا كريم أحمد أيضا وعمر ربيع ياسين، الاثنين هيكونوا متواجدين معاهم. فنتمنى لحضراتكم زي ما بقول لحضراتكم دائما قناة النادي الأهلي خلال معسكر النادي الأهلي بالكامل، يعني تقريبا احنا بنقول لحضراتكم ماذا يحدث منذ الصباح أو لما اللعيبة تقوم لغاية لما يناموا، وما بين كل ده وده بنجيب لحضراتكم لقاءات كثيرة ومهمة جدا وحصرية من داخل معسكر النادي الأهلي. قد إيه الانضباط، قد إيه السلوك الجيد، قد إيه الهزار، وقد إيه الراحة، كل ده موجود في معسكر النادي الأهلي. كل أمنيات الطيبة أيضا للنادي الأهلي بالعودة بعد 3 أيام، وإن شاء الله انتظار الدوري العام إن شاء الله يوم 28 ويوم 24. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله بكرة هكون مع حضراتكم في تمام الساعة 11 وحلقة جديدة من كان 2019.